مشاهدينا الكرام، احب الرياضه على الوطنيه الاولى، اهلا وسهلا مرحبا بكم الى هذا العدد الجديد من الاحد الرياضي في حصه الليله. ان شاء الله متابعه لمباراه السوبر الافريقي بين النجم الرياضي الساحلي وتي بي مازيمبي الكونغولي، عوده على مباراه الجوله الثانيه اياب لبطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم في الجزء الثاني من الاحد الرياضي. باش نبداو منذ حلقه الليله الحديث عن انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم، ومسلسل بدا ساخن ببلاغات وبلاغات مضاده وقضايا في الافق لنا عوده عليها ان شاء الله في حصه الليله من الاحد الرياضي، هذه إلى جانب عديد المواضيع الأخرى. مشاهدة رائقة للجميع. اهلا وسهلا مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام في الاحد الرياضي، مواضيع عديده ان شاء الله باش نطرقوا لها في حصه الليله. صحبه ضيوفنا انيس بوجلبان، مرحبا بك. اهلا وسهلا محمد علي. مجد تراوي، مرحبا. مرحبا بك محمد علي، ساده الحضور وساده المشاهدين. صاحب نظريه الكونتور يدور ولا ما يدورش في كره القدم التونسيه. وقته سي محمود، برشا جمعيات تعمل عليه. مرحبا بك. مرحبا بك محمد سي محمود، اخصائي التحكيم والمافيولا سليم جديدي، مرحبا بك. في الجزء الثاني ان شاء الله من الاحد الرياضي قلت باش نفتحوا مسلسل انتخابات الجامعه التونسيه، ملف انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم، باش يكونوا ضيوفنا ان شاء الله السيد نبيل الدبوسي عن الجامعه التونسيه لكره القدم، السيد ماهر بن عيسى اسم من الاسماء المطروحه انه يتراس قائمه لرئاسه الانتخابات، والسيد معز الناصري الاخصائي في القانون الرياضي. لكن كما قلت من الاول، البدايه باش تكون مع السوبر الافريقي ومباراه النجم الرياضي الساحلي وتي بي مازيمبي الكونغولي. قبل ما نمشيو للمباراه، هذه قراءة في تاريخ مشاركة النجم الرياضي الساحلي في السوبر الإفريقي مع عماد زهمول. قمة الكرة الإفريقية تلعبت البارح في لوبومباتشي، تي بي مازيمبي النجم الساحلي من أجل السوبر الإفريقي. هي المشاركة الخامسة للنجم في كأس السوبر. 1998 عماد بن يونس، رياض البوعزيزي، قيس الغضبان، زياد الجزيري يرجعوا بالكاس من الدار البيضاء 2-2 مع الرجاء البيضاوي. رضوان الصالحي يحسم الامر في ضربه الجزاء والنجم يتوج بالكاس. وان شاء الله رضوان الصالحي موفق يا رب. ورضوان الصالحي وبامتياز، والنجم الرياضي الساحلي يفوز بالكاس الافريقيه الممتازه. فوزنا ما كناش في افضل حالاتنا، وقت نذكر عملنا ماتش نول مع جرجيز 0-0 كنا 3 لعبت فيه يعني مقابله كامله المقابله هيك، وما فزناش، ما قدمناش مرد الضايب. الرجاء معناها كانت معناها لا جروند ايكيب، معناها فيها الرياح فيها جريند وفيها برشا ملاعب كبار، والحمد لله بالقريب وبالروح تاع ليكيب بروح ليتوال روحنا بالتيتر هذاك. وحاجه باهيه معناها من الحوايج اللي يكبروا الملاعب هو كي تبدا صغير وتهز تيتروات فيسع، وهذا اللي قاعدين يعملوا فيه الاولاد نتاعنا تو. انا يعطيهم الصحه وان شاء الله نكملوا كيك. ثاني مشاركة للنجم كانت في 22 فيفري 2004، المكان نيجيريا، المنافس إنيمبا. النجم يخسر الكاس بعد مباراة انتهت بانتصار الفريق النيجيري 1-0. الأجواء بصفة عامة من البريود هذيك مع إنيمبا، وشوفوا الأربيتر وبرشا حكايات فهمت، خلاتنا ممكن ما روحناش بالتيتر هذاك. 18 فيفري 2007، بمناسبة 50 سنة من تأسيس الكاف، الأهلي المصري والنجم الساحلي في السوبر الإفريقي في أديس أبابا. 0-0 نتيجة المباراة، ضربة الجزاء تؤهل الفريق المصري بنتيجة 5-4. كانت بينالتي الرابعة قبل الأخرانية نتاع جيرسون سيلفا، ذكريات كبيرة بصراحة مع ليتوار، رجعت 8 سنين تالي. سيفري معناتها لعبنا، كنا عندنا مقابلة كبيرة، ليتوال كانت عندنا جمعية كبيرة، لعبنا كونتر أهلي كبير برشا في أثيوبيا، قدمنا معناتها مقابلة كبيرة، للأسف خسرنا بينالتيات. رابعة مشاركة للنجم كانت في ملعب رادس، عرس تونسي في ثوب افريقي، النجم ينتصر على نادي صفاقس 2-1 بفضل هدفي الشرميتي والفالحي. مباراة كبيرة برشا، سيرتو بين زوج فرق تونسية، نادي الرياضي صفاقسي وقتها كان في اوج العطاء نتاعو، كما نجم الرياضي الساحلي زاد كنا معناها هزينا تشامبيونز ليغ، وصلنا حتى في الشامبيونا، عملنا شامبيونا باهية. الحمد لله معناها تقعد في الميموار نتاع اي ملاعب كور في الماتش هذاك. موسيقى
مجدي وانيس الزوز كنتوا خضتوا مباراه السوبر الافريقي، مجدي صور جميله وفي بها الفيتير، كنا نتمنوا نعاودوا نشوفوها لفرحه نجم الرياضي الساحلي البارح في لوبومباتشي، لكن النجم الرياضي الساحلي عجز عن هزم تي بي مازيمبي في الكونغو. والله صحيح اللي النجم الساحلي مالوريزمون معناها ما توش بالسوبر، لكن خلينا نقول على الصور اللي كنت تحكي عليها محمد علي ذا انيس واجهنا بعضنا في اديس ابابا ذا في 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 في, 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 في 2007 وكانت مباراه كبيره وكان مع الاهلي وهنا مع النجم الساحلي انتصروا علينا ضربات جزاء، كانت مباراه شيقه الحقيقه. وكان لقب رقم 100 مادي بالنسبه للنادي الاهلي وقتها. رقم 100 تتويجه معناها ربحتني صح عليك. لكن بعد فزت بسوبر مجدي صحيح 2008 مع النجم الساحلي ضد نادي الصفاقسي وقتها بعد ما تحصلنا يعني على الشامبيونز ليج 2007، نادي الصفاقسي كان زاد فريق ممتاز في الوقت هذاك، كانت مباراه شيقه للغايه. كان تحب نحكيو شويه على مباراه لا تنرجعوا نحكيو عن المباراه بعد ما نشاهدوا رحله النجم الرياضي الساحلي الى الكونغو مع زميلي ربيع المسعودي ربيع البوغانمي واحمد الخضري. الجمهور بالحافه وهذا ما يزيد كان يعطي موتيفاسيون كبيره للجوار. والله صحيح بكل فين نعملوا الديبار من المنستير، جماهير النجم الساحلي ديما حاضره بالعدد هذه تساند فينا، ان شاء الله الجماهير هذه تزيدنا دفع وتزيدنا شحنه باش نعملوا ماتش باهي غادي نروحوا بالكوب ان شاء الله. شعبيه كبيره ايضا. الحمد لله خويا جيت ولد طوال ولد سوسه وبرشا هبل كيف تقول انت. مازيمبي شنو تنجم تقول عليه؟ شنو نقول عليه؟ فريق محترم جدا، فريق صعيب برشا فوق ميدانه، لازمنا نكونوا حاضرين، لازمنا نكونوا 100% واكثر من 100% باش نجموا نفوزوا عليه. مروان هذه شكون بالون؟ لا انت غلطت على هذيا بركه، ما اللي قبلها مشاك بخمسه شكايب صدام ولا خمس شكايب. خويا ملاعبي هو خويا نلعب مره في الفيل. في الكوره ولا في الشكوب؟ في الشكوبك هو. سي فوزي تكتيك مش في الكوره بركه، حتى في الرميه راهو يطلب تكتيك. اي لعبه نلعبها نربح. كسرت راسك وما تفكرش فيها برشا. هذاك ستة توبيرامون على غالب تخلط هكا وتربيت هكا ولازمنا نلعبوا باش نربحوا ما نلعبوش باش نلعب. جو با بور جوي. في الكرة فما الزهر، الزهر داخل في اللعبة، في الرمي في الزادة فما برشا زهر. فما الزهر. شكون رابح سيري؟ تحب الحقيقة ولا جانب الحقيقة؟ هو فوز سي فوزي ديما رابح هو معروفة. أما توا أنا رابح. شنو الميساج اللي يحب يوصله عماد بن يونس واللي باش يركز عليه في تعامله مع الجوارات؟ صحيح ديجا حكيت مع برشا لاعبين في الاسبوع هذا اللي لقاء السوبر لقاء واحد في الكونغو ماهوش نهائي مختلف على النهائيين الاخرين. اكثر حاجه اللي وصيت بها اللاعبين اللي يقعدوا في جو المقابله يبعدوا على الاجواء الاخرى كوسوا سيبورتريت ولا اربيتراج باش يكونوا كالم وكونسونتري لاخر دقيقه. سير رضا وصلنا للكونغو وبدات اكثر الجديات امام فريق ومنافس عنده قيمه وسمعه كبيره على صعيد القاره. اولا الحمد لله كانت رحله طيبه مباشره ما يقارب 7 سوايع فقط، هذا هي حاجه ايجابيه بالنسبه لنا. صحيح الطقس سخون شويه لكن كما قلت انت تو بدات الجديات اكثر فاكثر لانه دخلنا في اللومبيونس نتاع الكونغو.
جايين على الانتصار ما جايين على حتى شيء اخر. كوب باهي مستحقتها النجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله نكونوا حاضرين لها نهار السبت. احنا جروب سوليدير من مثلا ماش ديفونس، كلنا اللي يلعب الكل دي في الفاز ديفونسيف نلقاو احنا مع بعضنا في الفاز اوفونسيف كيف كيف. هما بوتيتر معناها هما اللي هازين شامبيونز ليغ، هما البلو فابوري، لكن احنا اسمنا معناها في افريقيا كبير، ما يعرفونا كوم الفو. نحاولوا نكونوا مركزين يوم المقابله، نحاولوا نكونوا نجسموا الفرص اللي باش تجينا. كل شيء في احسن ظروف، الوتيل في من صنف عالي، الاولاد الكل مرتاحين، القاعدين الفنيين قاعدين يطبقوا في البرنامج اللي هو مسطر. مباراة جيدة، النجم قدم شوط أول ممتاز، كنا أكثر واقعية وسجلنا زوز هدف. الشوط الثاني كنا الأفضل رغم أنه ما سجلناش. في الأخير زوز فرق كبيرة واللي كان أكثر واقعية هو اللي انتصر. Ça se jouait un peu de choses et on a été un peu plus réaliste que tout simplement. مباراة كانت كبيرة، أنا راضي على مردودي ومردود فريقي. وفرحان برشا بالثنائية اللي سجل. This team and today God being so good, I've scored two goals, so I think it's good. I'm very very happy. مازمبي فريق كيما بقية الفرق، وما زلنا بصدد تحضير فريق باش يكون له شأن كبير في المستقبل. Inter grande équipe. شنو كان ينقص ليطوال اليوم باش تربح التيتر هذا؟ لا ينقص ممكن شنو نبدا الحاجة بروحي، ممكن النجاعة ما كانتش موجودة. مقابلة للنسيان ننساوها، صحيح ذولي ما فهم حتى جوار ما يحبش يتاوج. ثم أوقات كنا نجم ونسجلوا فيهم، ما استغلناش الفرص اللي جاتنا، هما استغلوا فرصتين جاتهم. والأخطاء واردة في الكرة، والأخطاء ما يتحملهاش لعب بركة، يتحملوها الناس كل. فما أخطاء جماعية وأخطاء فردية صارت طلع غلط، ما تشو تعدى كاو. جاتنا فرصة باهية باش نرجع في المقابلة وما ركيناهاش. خطط فظيعة دفاعية اللي خدمناهم وحذرناهم منهم، لكن مالوريزمون توقع غلطات كيما هكا سي انكسبتابل، وهذاك الشيء اللي نرفزني برشا، معناتها لأنك مش تعمل جمعية لازمك عندك دفاع صلب، ما تنجمش تربح حتى ماتش مهما يكون، خاصة مع جمعيات قويين إذا الدفاع نتاعك يغلط غلطات كيما غلطنا. كما شفتوا هو تدرب على مستوى الوجه، مالوغوزمون توا حسب المعطيات الأولية عنده كسر على مستوى الأنف، لكن كسر مضاعف فيه معه جرح كبير شوية. اللي قدرنا باش نعملوه أنه وقعت عملنا دي بوان دو سيتيور على الجرح نتاعو، ظروف لهنا ما تسمحش أنه باش نعملوا كل اللي لازم يتعمل. توا برمجت مع الخيان في سوسة، وإن شاء الله غدوة 8 نتاع الصباح يكون نكملوا له بقية الفحوصات وباش تجرى ليها عملية على الأنف نتاعو. صور لزميلي أنور غديرة. أنيس، صراحة أخطاء دفاعية قاتلة كانت وراء هزيمة نجم الرياضي الساحلي البارح. صحيح محمد علي، ظهر لي اللي عمل الفارق في مباراة البارح هي الأخطاء الدفاعية
وخاصة التنظيم الدفاع، يعني مش كان المدافعين الأربعة برك يتحملوا المسؤولية، حتى لاعبي وسط الميدان في السلبية سيرتو كان نشوفوا الهدف الأولاني ما فماش البريسينج اللي تعودنا عليه في النجم الساحلي، إضافة بيان سور إلى التمركز الدفاعي، هذاك هو اللي عمل الفارق. مازامبي ما كانش خير من النجم الساحلي في حتى شيء، ما الفرق أنه استغل الأخطاء اللي والفرص اللي جاتو، عكس النجم الساحلي اللي بصراحة ما كانش في نهار كبير، لأنه أول حاجة صعوبة المباراة، أرضية الملعب، غياب النجاس اليوم بالنسبة لي أنا، النجاس ماهوش مجرد مدافع أيمن، بغياب النجاس غابت الأوتوماتيزم اللي تعودنا عليه في النجم الساحلي، ثم أونتونت بينه وبين علي البرقي كانت مفقودة البارح، كيف كيف النجم كان متعود كل مرة فريق المنافس يضغط عليه إلا ويلقى الحل في الكرات الطويلة سوى جمل وبو غطاس على النجاس، دونك إضافة بيان سور إلى غياب الفورم على بعض اللاعبين، سيرتو بن عمر ما كانش في نهار كبير لأنه شد برشا كورة وكان خسر برشا إفور في شد الكورة، العكيشي كيف كيف كان بعيد شوية على مستواه، وخاصة الأحمر، تعودنا به في الجولات الأخيرة، كان كل مرة النجم الساحلي يبدأ في نهار مش باهي ولا الفريق مش ماشي ولا ليزوتوماتيزم مش كالعادة، إلا والأحمر في لا ديفيرونس في المباراة هذه ما كانش موجود، إضافة إلى ضغط مازامبي خاصة في وسط الميدان. اليوم يلزمنا نقرب بقوة الفريق هذا، صحيح أنه فريق فيه العديد من اللاعبين ممكن أول موسم ليه مع مازامبي، لكن كمان فما لاعبين اللي يجموا يعملوا الفارق. إذا باش نبداو بتشكيلة نجم نحكي شوية على اختيار سيفوزي البدوي منذ بداية المباراة، تصور أنه بعد خروج البدوي اللي ما كانش اللي يعني كان قام بالدور الدفاعي نتاعو، لكن ظاهر عليه انه كان بعيد على المباريات، خروجه ودخول اكوستا ولا العكيشي على الجهه اليمنى للهجوم النجم الساحلي، حسيت في ربع ساعه التاليه نتاع الشوط الاول تحسن النجم. علاش تحسن؟ لانه ولا البريقي من الجهه اليمنى يطلع كيف كيف عبد الرزاق يطلع، والنجم بدا يلقى في لي روبير نتاعو. مي الحاجه اللي ما مستغرب وما لقيتلاش تفسير انه في الشوط الثاني ما حسيتش انه النجم بعد تسجيل الهدف انتظرنا رياكسيون من النجم في الشوط الثاني، الرياكسيون هذه ما صارتش، شفنا فرصة برك في الدقيقة 75 البوغطاس، ما عاد الفرصة هذه النجم ما عملش الرياكسيون اللي متعودين بها، ما كانش ثما نفس الاجريسيفيتي في لعب النجم الساحلي. علاش؟ علاش بون الفو دير ديبلاسمون صعيب برشا، مازامبي من 2000 النجم متعود بالديبلاسمون هذوما نيس. ساعات جي محمد علي تجي في نهار انه ثلاثة أربعة لاعبين ما يكونوش في نهار، وأكيد انه الفريق يتمس إذا كان أربعة ثلاثة لاعبين اللي متعود انهم هما اللي مولوا الفريق، اللي هما اللي الأوتوماتيزم كان عليهم، كي يغيب الفورم على اللاعبين هذه الفريق كامل يتمس، وهذا هو اللي صار. تفضل. باش جوست نعلق شوية على كلام أنيس لأنه جبت نقطة مهمة هو غياب النجاز، أنا حاب نقول زياد الجزيري قبيلة قال لازم نكونوا 100% حاضرين. أنا حاب نقول النجم الساحلي مش محظوظ الحقيقة، لأنه غياب النجاز خلى فراغ كبير برشا بالنسبة للجهة اليمنى للنجم الساحلي، لأنه هنالك يعني تناسق كبير برشا بين الأحمر والبريقي والنجاز على الجهة اليمنى، لأنه نعرفوا التنشيط الهجومي والتفوق العددي خاصة من النجاز اللي يجي من التالي وديما يخلق الفرص بالنسبة للساحلي، كسوا في التمريرة الأخرى أو يعني أو في الكومبينيزون اللي متعود عليها معناها النجم الساحلي. النجاز يعني غيابه أثر تأثير كبير برشا على النجم الساحلي في المباراة هذه، وخاصة كذلك يعني البليسور اللي صارت للبدوي، يعني بالنسبة لي أنا البريقي لما تحول يعني كظهير ايمن كذلك النجم ضعف يعني في وسط الميدان مع بن عمر، الفورمه كانت ناقصه شويه لانه نعرفوا المباريات اللي خاضها بن عمر خاصه يعني ما ارتاحش كمل الشان مع المنتخب، كذلك لازم نشوفوا يعني لو تشوف الهدفين يعني محمد علي شوفوا كاساسولا معناها وكان هو مرتين اللي يوزع وما فماش ضغط بالنسبه لوسط الميدان، الهدف الاول كيف كيف بن عمر ما قامش بالضغط، ثم البدوي قبل ما يخرج كيف كيف يعني خلى كاساسولا يوزع، لانه اليوم نرجع نقولوا الاخطاء الدفاعيه في المحور، انا معاك اللي المحور غلط نتاع النجم الساحلي خاصه يعني في المركاج ما كانش موجود يعني مركاج المهاجم اللي هو مهاجم يعني من طراز عالي، دانيال ادجي يعني ملاعبي من طراز عالي جدا، قوه المهاجم هذا يعني ما يخوش ديفونسور هنيس يعني ما يخليش روحه مع ديفونسور برك يعني ديما يسوبلاس اونتر لي ديفونسور زوز معناها فهمت، دونك خليني نقول كاساسولا لو كان موجود نجاز بالنسبه لي انا كان كاساسولا باش يقوم دور دفاعي اكثر من هو هجومي، لو نجاز نعرفوه اللي هو يعني ديما يهاجم دونك كاساسولا باش يقرا له حساب وباش يقعد يعني دفاعيا مش باش يساند الهجوم كما شفناه في المباراه هذه، يعني هذاك علاش النجم الساحلي يعني فقد يعني خليني نقول
قوة ضاربة بالنسبة لي هو اللي هو يعني حمدي نجاز. لكن عموما النجم خاصة في الشوط الأول كان ممتاز، وبداية المباراة كانت اكزاكتومون الشوط الأول كان ممتاز يعني النجم الساحلي. خاطر النجم الرياضي خاطر نعطيه حقه زادة، النجم الرياضي الساحلي راهو عمل له تام دو ماتش، خلى المازامبي حاير، خاطر شفنا قعد على الثوابت نتاعو النجم الرياضي الساحلي وعمل الضغط العالي على حامل الكرة في الزون، وهذا هو ربما وقت الافتكاك الكرة شنو اللي عندها الاكسبلوزيفيتي نتاع مازامبي، ما خلتش الدوزيام لين بريمير والدوزيام ليني نتاع النجم الرياضي الساحلي يرجع بسرعه باش الاروقه في اللاك سنترال ينجموا يتسكروا باش ينجم يطيح بن عمر، ينجم يطيح كوم يعاون، على خاطر الكره كي تطيح كل ما فما توزيعه الكره تطيح ما بين لي دو زاكسيو كانوا بعاد على بعضهم، وحنا نعرفوا ونعرفوا الناس الكل اللي لي زاكسيو واللاعبين اللي باش يعملوا لا كوفرتور لاتيرال ادروات يا غوش يكونوا قراب ويسكروا على مساحه المرمى. مساحه المرمى ما كانتش ما مسكره، كانت ما محلوله، ولا هيك اجير قا زوز فرص سانحه للتسجيل اللي جاوه والفنيات والمهاره اللي عنده. لكن زاد نشوف اللي النجم الرياضي الساحلي ربما فما تاثير كان عليه في الـ في الـ في الهوميديتي الهوميديتي، خاطر شفنا بعد الشوط الاول بعد الشوط الاول الهدف سامحني اللي سجله النجم الرياضي الساحلي كان في وقت ممتاز صحيح. لانه اذا كان النجم الرياضي الساحلي رجع للحجرات الملابس منهزم بهدفين لصفر كان يتاثر معنويا، لكن الهدف كان في وقت ممتاز، استنينا النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني باش يرد فعل باش يكون ضاغط. حبيت نعرج عليه محمد علي على خاطر لو كان تفكروا احنا الهدف الاول اللي قبله النجم الرياضي الساحلي وكانه ضد مجرى اللعب كوقتها، نفكروا بالكدا كره مرتده ضد مجرى اللعب، والنجم الرياضي الساحلي هو اللي قاعد ضاغط وقاعد يفك في الكره وقاعد ماسك بالكره، قاعد ماسك بالكره ويحب يلعب الكره ويحب يعمل لا كونسرفاسيون دو لابال باش هو يولي يتحكم في المقابله. جات الهدف هيك، لكن الهدف وهدف انا نسميه هدف صعيب برشا بالنسبه للمنافس مازامبي، هو كي يقبل هدف يكون رابح اثنين ويقبل هدف قبل تصفيره الحكم ربما يتبدل المونتال، وكنا رده الفعل رده الفعل تاع النجم على هيك قلت ربما الحاله البدنيه ربما لوميديتي نتاع المقابله، علاش نشدك على التمبيراتور اسكو كانت عاليه كانت مش عاليه برشا، خاصه على لوميديتي تحس اللي اللاعبين ما عادش فما الاكسبلوزيفيتي في البريسيون على البورتور دو لابال. مجدي برشا من احباء النجم الرياضي الساحلي يتسائلوا على صفحتنا في الفيسبوك يقول لك تغيير رامي البيديو دييغو اكوستا، علاش التغيير هذا؟ يعني علاش ما كانش فما لاعب اخر يلعب في مركز رامي البيديو ولا تعزيز للدفاع؟ الدفاع ماهوش ماشي، علاش التغيير هذا؟ وهل لو لم يصب رامي البيديو كان يقوم بنفس التغيير فوز بن زرتي؟ ما نتصورش يقوم بنفس التغيير لانه عنده يعني مدافع ايمن يعني قائم بالرول نتاعو، ما نتصورش كان يقوم بتغيير. لكن لكن التغيير يمكن يعني فوزي بن زرتي شاف اللي يعني دفاع خاصه مازامبي يعني يلزموا لاعب كيما اكوستا الحقيقه، وكما قال انيس قبيله انا نوافقه ونشاطره، لانه اكوستا كي دخل تحس النجم الساحلي تحسن يعني هجوميا، لانه يعني العكاشي ما يحذقش اللعب بظهره، يعني العكاشي يحب البروفوندور يحب يمشي ارضيه الملعب، خاصة نقطة جبد عليها يعني سي محمود مهمة ومهمة جدا أرضية الملعب، يعني بتعرف أنت كنت لعبت غادي في أرضية الملعب صعبة وصعبة جدا، يعني حتى العكاسي العكاشي كي باش يطلب في البروفوندور وباش توصل له الكرة البروفوندور يعني ما تخلطلوش كما هو يحب، يعني الفيوز معناها الكرة الفيوز ما تخلطلوش كما هو يحب. لاكوستا كي دخل الحقيقة أعطاه عمق الهجوم النجم الساحلي، وشفنا حتى الفرصتين اللي الفرصة الأخيرة لبوغطاس كان تمهيد من 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 أكوستا كان تمهيد جيد وجيد جدا، لكن الحارس الحقيقة عمل بارات كبيرة كبيرة برشا هو اللي حرم النجم الساحلي من التعادل. سامحني يا مجدي، يعني التغيير هذا بصراحه محمد علي معناه يعملوا الا فوزي بن زرتي، لانه 30 دقيقه لعب لازم نعرفوا انه وقتها النجم منهزم 1-0، يعني اي مدرب اخر ممكن يعمل مركز بمركز مركز بمركز والا يدخلش درامي ميكايلو بتيتر على الجهه اليمنى ويخلي العكاشي تغيير هجومي. علاش كما قال مجدي؟ لانه حس فوزي بن زرتي انه دفاع مازامبي برونابل، قوه مازامبي مش في الدفاع، قوه مازامبي سيرتو بالنسبه لي انا المهاجم جوناتان بولانجي اللي شفناه في كاس افريقيا صاحب الهدف التالي في النهائي وملاعبي نعرفوه يعني ملاعبي منتخب الكونغو، كيف كيف تمركز سيرتو تمركز دانييل اجي يلعب سيم فول اتاكو، ما يلعبش ما يلعبوش اثنين يلعب تحت لاتاكو، وكان التمركز نتاعو والبلاسمون نتاعو هو اللي تعب ودفاع النجم الساحلي، اضافه للاثنين اللي على الاطراف درامي تراوري لاعب المالي
سي ان غوشي اللي عنده كاليتي تكنيك كبيره برشا كيف كيف اساسيه على الجهه اليسرى. يعني هذا من الرباعي اللي كان الخطوره كانت من عنده الرباعي اكثر من خط الدفاع اللي كان بالنسبه لي انا. لا بروفوني يعني سامحني لا بروفوني يعني مازامبي عمل فرصتين راه فرصتين يعني شوف في المباراه نجم الساحلي خلق فرص اكثر من مازامبي هذه يعني لازم نقولوه اليوم. لكن كما قال سي محمود قبيله يعني الكاليتي نتاع اجي اللي هي كاليتي معناها خلينا نقول يعني عنده كاليتي كبيره برشا على مستوى عالي وهما اللي عملوا الديفيرونس يعني فرصتين سجل بهم هدفين لكن نجم الساحلي توفرت له فرص ما استغلش الفرص اللي جات. العكيشي قبيلي في الكلام نتاعو قالوا سي فري العكيشي راهو جاتو فارق جاتو ديكالاج نتاع متر ونص متر وما استعملوش وما ما استغلوش وقالوا وهذاك هو زاد ولكن زاد ما نساوش الصوره نتاع الهدف نتاع بوغطاس اللي ما تسجلش والا الحارس اللي نحى هدف ممتاز جدا اللي كان ينجم يرجع الموازين الكل نتاع البون ما تسجلش الهدف خاطر النجم الرياضي الساحلي جاتو اكثر فرص خاطر انا كيفاش باش نحكم على فريق؟ نحكم على فريق باش يدخل لي للمنطقه ويقرب لي المنطقه نتاعي ويخلق يعمل اكثر فارق. الترجي اسمه النجم الرياضي الساحلي خلق الفارق وصل اكثر للمنطقه نتاع مازامبي لعب على الكونتر ما لعبش ما اين با ترو كونستروي الى جوي بتيتر سور الخروج نتاع النجم الرياضي الساحلي للمنطقه نتاع مازامبي لعب على الاكسبلوزيفيتي نتاع واضح. اجواء كبيره كانت اسبوع كامل في سوسه الناس الكل كانت تتحضر للفرحه شاشات عملاقه تنصبت في عديد الاماكن في سوسه. احنا رصدنا بعض هذه الشاشات وكيفاش تعامل وكيفاش تابع جمهور النجم الرياضي الساحلي المباراه مع زميلي فراس بن سعد. ان شاء الله الاولاد كي يبداو الاولاد حاضرين والناس كل الامبيونس مريقله ومزيانه ان شاء الله مربوحه ما يخوفنا حد. فريق مازامبي فريق قوي وقف مليح في وسط وسط التيران زوز اخطاء دفاعيه بعد من الملاعبيه هكا سجلونا زوز اهداف ان شاء الله كما سجلنا في اخر يعني الشوط الاول ان شاء الله نداركوا تو في الشوط الثاني ونعدلوا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله. هذيك الكرة فما الرابح فما الخاسر ان شاء الله الفرصه القادمه هكا مش متغشين نعرفوا الكاليتي نتاع جواريتنا والليكيب وديجا الكاس الكاف معناتها وكاس تونس فرحاني باللي كان الحكم مشى باهي لكن في تضييع الوقت زاد عاونهم شويه والظروف الافريقيه هذيك هي الله ديما الفرق التونسيه تعاني من هالمشاكل سواء كانت ليتوال ولا الكليب ولا اسبيرانس ولا صفاقس ولا الله غالب. النجم الرياضي الساحلي يزمو ينسى توا الهزيمه هذه يرجع التركيز على البطوله النسخه الجديده لكاس ربيت الابطال وكاس تونس باش ما ياثرش فيها اللقاء هذا. لا ما ياثرش فيه النجم الرياضي الساحلي مالف بالضغط هذا نتاع المقابلات والضغط زاد النفساني نتاع النتيجه تربح ولا ما تربحش وشفناه احنا النجم الرياضي الساحلي في بدايه الموسم وكانت عنده مقابلات اون روتار وكانت عنده مقابلات نتاع كوب دافريك وتخلى البطوله بقوه وكانت الناس الكل خاطر عنده المنظومه الكامله نتاع اطار طبي قادر نتاع اطار نتاع
تحضير بدني باش يعمل فيزا فيزا ريكوبيراسيون مونتال وريكوبيراسيون فيزيك ويعاود يرجع للبطوله الوطنيه. ان شاء الله النجم الهلالي الساحلي يطوي بسرعه صفحه هزيمه لوبون باتشي كما احنا باش نطوي صفحه المباراه هذه ونفتحوا صفحه البطوله والجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم والبدايه مع علاقه الاسبوع مع زميلي شاكب الخويتي. تأخير ب 16 دقيقة على انطلاق مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي للتثبت إجراءات كان من المفروض منطقيا اتخاذها قبل المباراة. مش هو هذا المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ هو هذا المنطق؟ أمال هو هذا؟ أمال سليم هو هذا المنطق؟ والله لا مش هذا المنطق المفروض راهو نحن كحكام نمشيو ساعة ونص وساعتين قبل المقابلة ونفات علاش باش بور فيري فيه معناتها ليتا نتاع تيرا بور فيري فيه معناتها الجول الكاج ليليني معناتها وناخذوا ساعة ونص ساعتين للشيء هذا معناتها كان فما حكاية تعمل هكا مش نقعدوا نستناو معناتها لين اللي يجي معناتها ضربت البداية معناتها وقبل بربع ساعة تولي حاجة حاجات الحقيقة ما يزمش تصير معناتها بالحق ما يزمش تصير معناتها حاجة بدائية على الأخر معناتها المفروض راهو معناتها عنده ساعة ونص قدامه معناتها كانوا ينجموا يعملوا الشيء هذا قبل ها مراد الدعمي اللي كان حاضر في المباراة وكان مراقب المباراة عنده التفسير للشيء اللي صار. الحكام قاموا بالتفقد لقاو 15 متر و50 في بقعة 16 متر و50 كلمنا حارس الملعب ومدير المركب وقع سلاح الملعب حتى لا نقع في المحظورة في الخطأ عندما وقع سلاح الملعب أصبحت المنطقة الفنية لمنطقة جزاء كونفورم على الوائين دونك الحكم وقتها خذ القرار باش يلعب المباراة وهذا علاش وقع شوية تأخير جابوا سيرفاسور وجابوا يعني ليزوتي اللي باش يصلحوا بهم ووقع سلاح المنطقة والملعب ولا جاهز قانونا والتأخير هذا هو سبب نتاع تأخير المباراة 10 دقائق. هاو جايب جاوب مراد سليم لكن مع هذا كان يلزم الشيء اللي صار يصير قبل المباراة مش نستناو 16 دقيقة كاملة باش تنطلق المباراة والناس الكل كانت تتسائل علاش ما صارش على بكري. كما قلت لك شو راهو ساعة ونص ساعتين عندك الوقت راهو باش نجم تعمل هو توا بارامون فما دوليني معناتها غالطين معناتها الليني نتاع 16 متر 50 معناتها ما تصورش باش ياخذوا برشا وقت معناتها باش يقدوا الشيء هذايا معناتها كان المفروض قبل بساعة ونص ملي جا معناتها تبدا كان ظاهرة معناتها واضحة. سليم لو كانت لعبت المباريات باللي ديمونسيون هذوك الأولانيين ما تعاودش تترساش. ما نعرفش كان معناتها الزوج جمعيات معناتها باش يشقوا بحكايه كيف هذايا معناتها كان يشقوا معناتها ينجموا يعملوا معناتها ريزيرف بوتيتر ولا حاجه هكا فهمتني بوتيتر معناتها تدخل ما نعرفش اخر معناتها كان نجم يقوم النادي الافريقي باحتراز معناتها كان نجم يعمل احتراز معناتها مش كونفورم ولا حتى الملعب التونسي معناتها كان خاسر يعمل مش كونفورم وبوتيتر معناتها تتعاود مقابل بوتيتر فهمت دليل حبيت نسال سليم اسكو معناها لي زاربيتر هما بارمي لي تاش نتاعهم انهم يقيسوا حتى يعطيوا لي ديمونسيون تاع الماتش يعني اسكو يبدا بالمتر ويدور ويقيس لا مش متر ومي اهزر فما بالعين كي يتفقد من الاول الشباك ويتفقد الشباك عادي من المتراج سي با فاسيل بالعين الحكم تصير يعرف لا حتى بار العين يعني نحكي حاجه مثلا المير مثلا باش تركح المير 9 متر 15 مش بالعين هي توخر بتحسب معناتها انت في حسابك تحسب مثلا 10 خطوات 11 خطوه بالتالي كل واحد وحسابه معناتها فهمت كيفاش دوتيل سورت تطلع 9 متر مينيموم 9 متر و15 ما فهمتني واضح حكينا على بدايه اللقاء واللقاء اقترن ايضا بعوده الملعب التونسي الى مركب المرحوم الهادي النيفر عوده اقترنت بانتصار ورباعيه كامله ضد النادي الافريقي. كان ثم برشا تحفظات على الملعب تعرف الملعب معناتها فيه بارتي تاع كونستركسيون الحقيقة لقينا تعاون كبير برشا من السيد ولي تونس من بلدية باردو اللي حاولوا يوفروا ويظلوا كل الصعوبات الممكنة في على مستوى الأشغال والحقيقة زاد السلطات الأمنية كيف تعاونت معنا برشا ورغم التحفظات الأولية لكن تعاونك هما والحماية المدنية كيكا الأطراف المعنية الكل بالتأهيل الملعب كانت موافقة في الأخر وتم مكاتبة الرابطة لتعيين الملعب وتم تعيين المقابلة والحمد لله هك شفتوا معناتها الناس كل تفاجأت حالة الملعب كيفاش ماهيش ملعب مؤهل لخوض المقابلات حالة الجازون التريبيون حتى الأجواء الناس كل تشوف معناتها الناس كل فرحانة هناك كود ليسباس في الملعب هذا الناس كل تدخل مرتاحة تخرج مرتاحة الحمد لله معناتها هذا ملعب هذا مكسب للرياضة التونسية مكسب لتونس لولاية تونس والحمد لله وإن شاء الله يكون مبروك على الاستاد الإستاهلي الكل وإن شاء الله على الأقل حتى بداية الإقلاع على المستوى الرياضي في الملعب التونسي يكون بداية من المقابلة هذه.
خلال المباراة النادي الإفريقي كان هو المبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب الجزائري إبراهيم الشنيحي قبل ما يعدل الملعب التونسي النتيجة عن طريق هدف رائع صراحة للمالي محمد الشيخ توري. هدف ممتاز برسا سجله محمد الشيخ توري، ثم الملعب التونسي يضيف الهدف الثاني، هدف ممتاز أيضا للملعب التونسي عن طريق مارسيال كواسي اللاعب الإيفواري. زوز أجانب في الملعب التونسي سجلوا أهداف. النادي الأفريقي رجع خلال الشوط الثاني عن طريق هدف ثاني لإبراهيم الشنيحي وثنائية لهذا اللاعب في المباراة. هدف ثاني لإبراهيم الشنيحي جاء عن طريق ضربة جزاء. محمد الشيخ توري يرجع مرة أخرى ويسجل هدف غاية في الروعة. شاهدوا ازدواجية لمحمد الشيخ توري في زاوية مستحيلة تقريبا على الحارس سعاد في التخيلي، وزوز أهداف ممتازة للاعب هذايا في المباراة قبل ما يختتم سليم الجديد مهرجان التسجيل للملعب التونسي ويضيف الهدف الرابع. المباراة المتأخرة الثانية تلعبت وسط الأسبوع جمعة الملعب الجيبسي بالنادي الرياضي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي انتصر في المباراة بهدفين مقابل صفر. هذا الهدف الأول مخالفة مباشرة للاعب علي معلول، مخالفة ممتازة جدا لعلي معلول افتتح بها النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي قبل ما يرجع نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول أمضى على ثنائية في المباراة للنادي الرياضي الصفاقسي. هاي ضربة الجزاء اللي سجل على إثرها علي معلول الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي ويرفع رصيده إلى 11 هدف في طليعة هدافي البطولة. كانت هذه زوز مباريات متأخرة تلعبت وسط الأسبوع. نبدأ توا مباريات اللي تلعبت يوم أمس ونهار اليوم والبارح نهار السبت. والمباراة الأولى اللي بشاهدوها هي مباراة نجم متلاوي والترجي الرياضي التونسي مع حافظ طرابلسي سامي بوعزيز. سادس المواجهات في البطولة المحترفة الأولى بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تحكمها ثنائية التأكيد والتدارك. نجم المتلوي للعودة لسكة الانتصارات بعد زوز عثرات متتالية، والترجي لتأكيد فوز الجولة السابقة على مستقبل مرسى ومرافق الانتصار من انتقادات على مستوى الأداء. تشوف الظروف من بعد الكوبير نتاع شهر ونص نتاع البطوله، نجم مش تطلب يعني ريتم اقوى من هكاك ولا ابليكاسيون اقوى من هكاك. مع هذا كما قلت لك كنا حاضرين، عملنا خلقنا الفرص، الانتصار بطبيعه في المقابلات كل مش يكون بسهل. تشكيله الترجي تشهد عوده فخر الدين بن يوسف بالاصابه، في حين تشكيله نجم المناجم تسجل عوده قائد الفريق محمد جمعه خليج ولاول مره خالد الغرسلاوي بالوان نجم المتلوي. الحكم كريم الخميري يعطي صافرة البداية اللي يدخلها الترجي بكل قوة. إدريس المحيرسي يتلقى تمريرة طويلة من سعد بقير، يروث كورتو يسوي بقوية، وبيلي السويسي بعد الاختر. الترجي كالعادة في الهجوم، رمي التماس من خليل شمام للمحيرسي يرفع الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، وهدف يضيع على الترجي بعد التألق من بلال السويسي. الترجي يجرب أيضا عبر الكرات الثابتة، إدريس المحيرسي ينفذ ورأسية فخر الدين بن يوسف فوق المرمى، ثم ركنية من جديد يتولى تنفيذها المحيرسي مقاوسة وبلال السويسي بتفطن. ضغط مستمر لأبناء عمر السويح، كرة تنطلق من الخط الخلفي من محمد علي اليعقوبي في اتجاه إدريس المحيرسي اللي يتحرك أكثر من لازم، يمرر بالقدم الخليل شمام على اليسار، يحضر الطاهي ياسين الخنيسي بحركة فنية متميزة يفتتح باب التسجيل للترجي. هدف الخنيسي هو العاشر ليه بألوان الأحمر والأصفر، وتجديد العهد مع الأهداف الجميلة بعد هدف المتميز ضد الملعب التونسي. رد نجم المتلوي على الماكينة الهجومية للترجي كان ضعيف، زياد البكوشي حضر تيري إرنست واليعقوبي يقطع العملية، ثم تماس طويل من سيسوكو ورأسية لم تشكل خطر على مرمى بن شريفية. دقيقة 34 يتوقف اللعب لمدة 6 دقائق بعد رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير نجم المتلوي. الحكم كريم الخميري يعلن مواصلة اللعب، مخالفة النجم المتلوي من أشرف الزواغي ورأسية بامبابا سيرو تمر على أعين تيري إرنست.
الشوط الثاني يتواصل المد الهجومي للترجي، عمليه ممتازه تنتهي بتوزيع من دريس المحيلسي من اليسار، فخر الدين بن يوسف في محاصره لصيقه، والخنيسي بكل حريه ياخذ راحته في التصويب والتالق، عنوانه بلال السويسي من جديد. 50 دقيقه كره تكون في الجهه اليسرى عند المحيرسي اللي يوزع، ترجع من ايمن العياري قدام كوليبالي، تصبح الكره على الجهه اليمنى عند سعد بقير باسيست اكثر من ممتاز، فخر الدين بن يوسف بالراس يسجل الثاني للترجي والسابع ليه بالوان الاحمر والاصفر منذ بدايه الموسم. سبعة دقائق بعد هدف الترجي، سيسوكو ينفذ تماس طويل ورأسية خالد الغرسلاوي حولها معز بن شريفية للركنية. دقيقة 84 مخالفة لنجم المناجم، معز بن شريفية يتألق رأسية أيمن العياري وتصويبة زياد البكوش. آخر فرصة في المباراة، كرة من بامبا في اتجاه فؤاد الخرايفي، محمد علي اليعقوبي يتدخل، الحكم كريم الخميري يعلن مخالفة لنجم المناجم، معها ورقة صفراء ثانية اليعقوبي وبالتالي الإقصاء. أشرف الزويغي يتولى التنفيذ، كرة على يسار بن شريفية والنتيجة تذليل الفارق لأبناء محمد الكوكي، لينتهي الحوار بالانتصار رقم 14 للترجي والسادس ليه في تاريخ المواجهات مع نجم المتلوي. في المقابل نجم المكان ينقاد لهزيمته الثامنة في الموسم والثالثة على التوالي. كنا مسيطرين على نهاية اللقاء سواء كان على مستوى حجم اللعب أو التنظيم أو خلق الفرص، لكن الخصم كان يعني بطبيعة يعرف الملعب نتاعو مليح، ملعب صعب شوية نوعا ما، بالرغم كونه نتيجة معناها لصالحنا وواضحة، لكن إذاعة فرص كانت عائق، وديما تقعد المباريات هذه ماكش لابري معناها من غلطة من كرة ثابتة تنجم تقلب معطيات اللقاء. قصتنا الاجريسيفيتي معناتها مقارنة خاصة بالمباريات الكبيرة اللي عملناها مع نجم رياضي الساحل والوداد الافريقي، كيف كيف على المستوى الهجومي معناتها عطينا التعليمات لخالد غرسلاوي اللي نقول ما قصرش كأول ظهور ليه في التشكيلة الأساسية، وزياد البكوش فريمون نون با سوتني أرنست، الشيء اللي خلاه ايزولي ما وجعناش، عملنا ريزلتا باهي اللي ما كانتش سهلة، وماتشات هذوما هما ماتشات اللي ماشي بيج وهما اللي ماشي بتاع الشامبيونا، الحمد لله معناها الولاد كنا رجال في التيران وجبنا 3 بوان هامين على الاخر، فرحنا جمهور الاسبيرونس اللي جاو وعاوننا حتى في المتلاوي لهنا. الانتصار السادس على التوالي للترجي الرياضي التونسي بين بطوله وكاس، في حين الهزيمه الثالثه على التوالي للنجم المتلاوي كأسوأ سلسله معادله للفريق منذ صعوده للرابطه المحترفه الاولى. سي محمود، هل النتيجة منطقية بنظر الحجم اللعب اللي صنعه كل فريق في المباراة؟ الفيتيير كان فيدال برشا للمقابلة، كان فيدال برشا، ومش لازم باش ندخلوا في لي ديتاي، ماناش في تحليل فني، احنا باش نعطيو فكرة عامة على المقابلة. شنو فيدال باش نبدلوا مالا سي محمود؟ لا لا مش تحليل فني، معناتها باش نعطيو الديتاي خاطر هذا ربما يهم جماهير نجم تلوي، ولا احنا توا نتكلموا لتونس الكل، باش نقولوا راهو الافكار نتاع الزوز مدربين كانت واضحه فوق الميدان، يلعبوا بنفس التنظيم، نفس التنظيم باش يكونوا جلوبال، لكن كيفاش كل واحد لي كونسيني نتاع كل مدرب كانت بعيده برشا على بعض. زوز فرق لعبوا باربعه اثنين ثلاثه واحد، الزوز كيف من غير ما نسميه اللاعبين كنا نشوفوا فيهم. محمد الكوكي حبش يعمل الريكوبيراسيون تاع الكره في وسط الميدان، ما نجمش، علاش ما نجمش؟ خاطر الترجي الرياضي التونسي يعرف حاله الميدان نتاع النجم المتلوي، وهذا اونتر بارونتيز نجم متلوي تستحق ملعب خير برشا من هذايا، على خاطر قادره شفناها تلعب في ملاعب اخرى غازون ممتاز، وشفناها تعمل في عطاء خير من هكاك برشا. دونك اش عمل الترجي الرياضي التونسي؟ كانت واضحة، لعب برشا على الأروقة، الرواق الأيمن هو اللي يبدأ الهجمة تدخل الوسط، وديما المحطة الأساسية عند الترجي الرياضي التونسي هي المحيرسي بالمعافضة متاع شمام، وشفناهم في برشا أوقات من المقابلة الزوز الكرة تخرج من الرواق الأيمن تدخل الوسط عند الراقد عند كوليبالي عند سعد بقير، وتتقلب القوة الفنية متاع المحيرسي كان قادر باش يمسك بالكرة ويطلع في ظهره، برشا مرات شفناها في المقابلة، برشا مرات يطلع شمام، والزوز أهداف لو كان تذكروهم الزوز متاع الترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول هو توزيعه
من عند شمام بعد كرة خذاها من عند المحيرسي، والهدف الثاني توزيعه من رواق الأيسر على في اللعب، لكن الكرة الثانية ما خذاهاش كما يلزم، مشيت على بخير باش بخير عمل لك اللمسة الفنية والتوزيع. دونك كي نجيو نقولوا لكن الترجي الرياضي التونسي لعب بالنار في آخر المقابلة، وشوفنا معناتها التصدي الممتاز جدا لبن شريفية، كما التصدي زاد ما نساوش نتاع السويسي اللي ما خلاش الخنيسي هدف الهدف الثاني، ممتاز جدا. دونك هيك التصدي نتاع بن شريفية خلى لخط، قالها زاد سويح تو في الفيتير، كانت على خطأ صغير كانت تنجم تبدل المباراة، يرجع في المقابلة. وشوفنا في آخر في ربع ساعة الأخيرة، ونكمل في ربع ساعة الأخيرة، جات فرصة للغرسلاوي، جات فرصة للمزليني، وجات فرصة الأيمن العياري بتسديدة بالرأس وهذيك الكرة، وزاد كمل البكوش زاد تسديدة أخرى من نجم متلوي، وكان بن شريفية في يومه. نقول أنا اللي نتيجة مستحقة للترجي الرياضي التونسي. النجم المتلوي كان ربما لو كان خذا ثقة أكثر في روحه، وكان استحفظ أكثر على الكرة، وكان مسك أكثر بالكرة، وقدم كما قدم في ربع ساعة الأخرى للهجوم، ربما كانت النتيجة تكون حاجة أخرى. واضح. سليم عندك مفيرة في المباراة؟ لا مقابلة طيبة الحقيقة قام بها الحكم كريم الخميري، معناتها الحقيقة ما فماش معناتها حالات تذكر معناتها، ومقابلة عداها معناتها كونفنابلمون بريغلا المقابلة. مباراة الحمد لله بربي لحظة، فما العائلة التحكيمية راهو فقدت حكم سابق زهير النفزاوي، معناتها حبيت نترحم عليه، وإن شاء الله ربي يرحمه ويعافيه معناتها ويصبر أهله إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرحمه. فريق قاعد يحقق في نتائج إيجابية في بطولة الموسم هذا، نادي حمام الأنف في المقابل يعيش في صعوبات إدارية، وكان من المفروض أنه تلتئم غدوة جلسة عامة انتخابية لنادي حمام الأنف، هي الجلسة الثامنة الانتخابية اللي تقع الدعوة لها، لكن في كل مرة ما فما حتى مترشح وحتى متقدم لرئاسة نادي حمام الأنف. حبينا نعرف علاش الأسباب وعلاش عزوف المسؤولين عن رئاسة نادي حمام الأنف، وكان الإجابة في التقرير التالي مع عدد من رؤساء القدامى والمسؤولين والمسيرين القدماء في نادي حمام الأنف، صحبة رمزي رمزي، صحبة زميلي رمزي القلعي. منذ أكتوبر 2014 تاريخ نهاية الفترة الانتخابية لهيئة عادل الدعداع، ونادي حمام الأنف يسير بهيئة وقتية. 7 مرات تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية، لكن لا حياة لمن تنادي. عزوف تام عن التقدم لرئاسة فريق عريق في قيمة وتاريخ الهمهامة يطرح أكثر من نقطة استفهام. depuis un an et demi deux ans on n'a pas pu faire d'assemblée. pourquoi? parce qu'il n'y a pas de futur candidat. il n'y a pas de futur candidat. ne serait-ce ما فماش ما عاد الشباب من plus intéressé. احنا كيما يقولوا حمام لنا الاطوال لنا الاسبرانس لنا لأن ستونزيان كل شيء، وقت واحد يخرج تقاو 2 ولا 3 قاعدين يستناو باش ياخذوا الريليف. احنا صعيبه برشا حتى برا على الترشحات، ولذا لجنه النقاط باش تواصل مهامها حتى الدعوه اخرى للجلسه عامه جديده في وقت لاحق، ومع هذا باش تقوم معناها الجلسه العامه الانتخابيه هذيا باش تصير اعمالها، باش نديروا اعمالها فيها التقرير الادبي والتقرير المالي والمصادقه عليهم لو كان كانت، ونواصل المهام تاعنا. قلت ربي فما انسان اخر باش ينجم يشدها، وشكون مازال كيشدك تو الجمعيه بخلف الناس اللي تو شادين وياكلوا في السب وياكلوا في الواحد وكل شيء ومش فرحانين به. هيئه تسيير الاعمال برئاسه عادل الدعداع تواصل اذا المشوار الى نهايه الموسم على الاقل، في انتظار ترشحات قادمه قد تاتي وقد لا تاتي. وضع العام تاع البلاد هو اللي خلى الرياضه بتاعنا تعيسه، ومانيش قادرين باش نطوروا الرياضه بتاعنا. ممكن برشا من الناس يقول لك عزوف، انت هي موجوده رجال وموجوده ناس تحب تخدم، لكن كي يشوفوا الوضع المادي ويشوفوا كيفاش الاحتراف في تونس الناس كل تشفل، ولات اقل جمعيه ولات اقل جمعيه تو في الناسيونال معناتها يحب لها 2 مليار دوات. ديما تصير هكا يا حمد، ما في خير وقت ديما نلقى واحد، والكريز هذه معناها جنرال اللي قاعده صايره في البلاد ولات صعيبه معناها. كي كنت انا رئيس مني كنت ما سلارال نتاعنا كما كنت يمكن 17 20 مليون معناها، وهزينا كوب عملتها. راهو النادي هذا ما ينجمش يعيش معناتها من غير ماديات. الناس كل انا ماذا بينا نلعبوا على البطوله، لما لا ما نلعبوش على البطوله؟
لكن الوضعية تبدلت. ورغم هذا تبقى نتائج الفريق مرضية بالإمكانيات الموجودة، وخصوصا بلاعبين شبان مستقبلهم بالتأكيد أفضل من حضرهم. على الأقل في كل مباراة فما 4-5-6 أولاد اللي هم عمرهم مازالوا إليت يعني إسبوار، وهم موجودين تيتولير في حمل هذه سياسة الجمعية وخناها توا تقريبا 3 سنوات وماشيين فيها. فما برشا ماتشويات عملنا معناها ماتشويات باهين برشا، ما قرينا ما عملناش حسابات، ما سكرناش، لعبنا اللعب اللي حاجتنا به واللي نحبوا نوصلوا فيه الأولاد. نجحنا نسبيا معناها في حاجات والطريق مازال طويل إن شاء الله. المرحلة هذه جاية صعيبة برشا، لازمنا نلتفوا الناس كل جمهور وإطار فني والإداري واللاعبين الكل، لازمنا نلتفوا حول النادي نتاعنا ونحاولوا معناتها نقدموا نتائج خير من هكا وإن شاء الله ربي معنا. الفريق تخلى على مشوار معناها على انتياج سياسة جديدة هي تشبيب الفريق والضغط على المصاريف، وهذا شيء نجحنا فيه، وخاصة القطع مع الانتدابات العشوائية. خدمنا خدمة كبيرة و طلعنا برشا وليدات بهين عندهم مستقبل كبير. إن شاء الله العام الجاي معناتها تبدا عندنا جمعية نلعبوا على الأدوار الأولى. نحبوا السعادة اللي تكمل. وإذا ما ينجمش يكمل؟ لا يكمل. حبوا بالسيف عليك. مسجي، رغم المشاكل الإدارية في نادي حمل أنفا، إنه ما يحسب للهيئة التسيير الأعمال الوقتية كما يطلقوا أو يحبوا يتسموا في نادي حمل أنفا، إنه مخليت الفريق بعيد على المشاكل الإدارية والفريق قاعد يحقق في نتائج إيجابية. بطبيعة الحال يحتسب للهيئة نتاع نادي حمل أنفا، خاصة يعني سيد دعداع، لأنه سي با فاسيل اليوم يعني باش توقف فريق معناه في ظروف مادية صعبة جدا. الحقيقة حمل أنفا قاعد يقوم بنتائج طيبة، وكان واضح أن المسؤولين القدامى والأحباء الناس كل عارفين وفاهمين الوضعية. هذاك أهم شيء محمد علي، هذاك الأحباء فاهمين الوضع والإدارة، خاصة تأثير لاعبين كذلك يعني اللي هما لاعبين شبان من طلعوا من مدرسة حمل أنفا، هذا مهم جدا، لأنه لو لاعبين يستوعبوا الوضعية وخاصة لاعبين شبان يحبوا يظهروا يحبوا يؤديوا للنادي نتاعهم، تسهل شوية المأمورية على الإدارة وعلى رئيس النادي باش ينجم يعني يمشي في الكونتينيتي نتاع الأفكار نتاعو، وحتى الملاعبين يقبلوا شوية يعني حتى نقولوا نحن لي روتار حتى نتاع لي سالير والفلوس واليعني الوضعية الصعبة اللي يعيش فيها النادي. هذاك علاش يعني التأثير اللي قائم به يعني رئيس النادي والمدرب يعني الإطار الفني مهم جدا بالنسبة لنادي حمل أنفا. سي محمود أنيس في ديما تضرب في الكلمة أنيس، في نادي حمل أنفا الحاجة الإيجابية ديما يعطيو فرصة حتى للمدربين الشبان. ذكروا قبل فاش فتحي العبيدي كان مدرب مساعد وأعطيت فيه ثقة باش وصل مع الفريق، توا معين الشعباني رغم هالمشاكل هذيا نادي حمل أنفا قاعد حق نتائج إيجابية ويطلع في مدربين شبان في البطولة. استراتيجية واضحة بالنسبة لنادي حمل أنفا، استراتيجية واضحة، الفريق ما عندوش موارد مالية كبيرة، دونك قاعد يعيش على حسب الإمكانيات نتاعو، على حسب الإمكانيات نتاعو، دونك يجيب مدرب شاب ويعطيه فرصة لأنه ما يتكلفش برشا، كيف كيف يعمل برشا على ملاعبيته. يعني نشوفوا سيرتو في السنين الأخرى يعني براتيكمون أكثر من نصف فريق كلهم ولاد الجهة ومتعودين بالنادي وطلعوا من أصناف الشبان. هذه استراتيجية ان شاء الله ما تكونش على خاطر ما فماش برشا فلوس، ان شاء الله الجمعيات برشا جمعيات في تونس يعيشوا على قد امكانياتهم، لانه احسن حاجه احسن انك تعيش على قد امكانياتك انك تقوى على روحك وتحاول انه تجيب ملاعبيه غاليين وما تخلصش. وهذا كان واضح حتى في الميركاتو الشتوي في نادي حمل أنفا، كانش فما انتدابات ملاعب قديم في نادي حمل أنفا رجعوا للفريق نتاعو بعد خروجه، وكانت واضحه سي محمود استراتيجيه الفريق. النجاح نتاع الفرق هو وقت اللي تبني مشروع رياضي ومشروع نتاع نادي، ان بروجي دو كلوب ان بروجي دو جو واضح. الفريق الوحيد بالنسبه ليا اللي في تونس خطر في الفرق الكبرى حتى كي تصير كريز نعملوا ريفوليسيون ونشوفوها تعمل ريفوليسيون في نادي رياضي لحمام الأنفا، رغم اللي في وقت من الاوقات طاحت النتائج الناس الكل وقفت مع المدرب. علاش؟ على خاطر وقالوها عنده يخدم حسب امكانياته ويعطي الوقت للاعبين نتاعو والجهاز الفني نتاعو، خاطر يعرف يخدم حسب امكانياته، وهذا هو الفريق اللي نجم ينجح في الاهداف نتاعو. ولو انيس محمود سامحني، معناها المشروع بصراحه في تونس المشروع الرياضي معناها مش موجوده بصراحه. يعني علاش قلت لك في نادي الرياضي على الاقل في نادي الرياضي على الاقل في نادي المشروع الرياضي استاذ على الاقل
ربحت يعني تولي تلعب على القاب على الاقل في نادي حمام الانف على الاقل في نادي حمام الانف كما قال سي محمود واضح المشروع. نمشيو للمباراه، مباراه نادي حمام الانف والشبيبه القيروانيه، مباراه حق فيها نادي حمام الانف الانتصار الثالث على التوالي، وللمباراه الخامسه لا يقبل الفريق اهداف المباراه مع رمز القلعه يوسف الوش. حوار الأخضر والأبيض بين جي اس كا والهمهامة في ملعب حمام الأنف بين فريق محلي يسعى لتأكيد انتصاره خارج القواعد في سيدي بوزيد خلال الجولة الفارطة، وفريق ضيف لتدارك نصف العثرة ضد اتحاد بن قردان. زوز فرق تعرف صعوبات على مستوى الهجوم. صحيح عندنا صعوبات في الهجوم، وحتى في الفترة الزاهية بخمس انتصارات سجلنا في مقابلة واحدة هدفين، أربع مقابلات ونفوز بهدف، لكن خط دفاعنا يقوم بالواجب وما يقبل شهدف. عنا مشكلة متاع الرتاج، نضيعوا برشا ساعات البوتو العارضة مام حتى دي بنالتي ساعات ضيعنا، ولكن مش مشكل الاوتوماتيزم باش يتخدم وباش واحد يزمو شويه وقت. لقاء دار الحكم الشاب هيثم قيرات وراقبوا رئيس لجنه التعيينات جمال بركات. رئيس لجنه التعيينات ومراقب في نفس الوقت، فما مونك نتاع مراقبين، ولا انت اختارت المباراه هذه باش تكون مراقب؟ هو 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 هيثم تفقد، من المفروض ان نجوه تفقد، ورئيس لجنه التعيينات مسالك يتفقد الحكام نتاعو زاد يعني على عين المكان يعني باش يشوفهم ويشوف مستواهم ويمدهم بالنصايح في 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 نفس الوقت. المباراة سبقتها دقيقة صمت ترحما على لاعب الدولي في الكرة الطائرة رشيد العياري والمحبين فتحي جلاسي وسالم الغنش. زملاء العربي المجري العائد لحراسة الشباك دخلوا المباراة دون جس نبض، تعددت المحاولات في أكثر من مناسبة، كرة عمر زكري على القائم وتسديدة سيف الله المسكيني تلقى حارس متألق اسمه علي القلعي. نادي حمام الأنف سيطر في نصف ساعة الأولى دون تجسيم. الشبيبة ببعض محاولات علي القربي وكذلك بالكرة الثابتة في آخر الشوط كادت تفاجأ المنافس، لكن بقيت الأمور على حالها وفترة أولى قسمة خيان وتعادل أصفار. شوط ثاني ابناء باسكال جانا أخطر على دفاع الهمهامة. علي القربي وصبري الزايدي كانوا قراب من التهديف في مطلع الشوط والشبيبة كانت أفضل. معين الشعبان يلعب ورقة تيزاكا بودو دقيقة 18 رأسية أولى بنضيف الله أولى هدف المباراة رغم احتجاجات لاعبي الشبيبة على شرعية الهدف. والله ما شفتهاش بالكدا، أنا جست ضربت الكرة ما نعرفش شفتها دخلت ما نعرفش كملها بوسنينة دخلت ما دخلتش، أنا يظهر لي دخلت. كان ممكن ما ساش يبيدو لاتاكون بعد ما ضربت على البوتو رجعت قعدوا بإزيتي بالكشي ما ستفيدو. جي اس كا لعبت الكل في الكل حاولت التعديل، لكن إصرار لاعبي الهمهامة خلاهم يحافظوا على أسبقية الهدف الوحيد لكن الثمين ليكسب نادي حمام الأنف ثالث انتصار على التوالي ويبحث أبناء القيروان عن التوازن المنشود. ما تخافش أكثر عليك البريمات أو ربح ولا ربح؟ لا لا يسحق وإن شاء الله نلعبوا على المرتبة الرابعة كان هو ما يمشيوا. أعطينا نعطيه أكثر كونفيونس للأولاد نخدموا سيرينيتي ترانكيل دون لوكال وهذاك هو تو كل شيء يجي في وقته وبطبيعته. حمام الأنف كان اون ايكيب سوليد ils étaient sur aussi sur une bonne حمام الأنف فريق متماسك وفي سلسلة إيجابية، ما نجموش نربحوا كل المباريات ولزمنا نفكروا في المباراة القادمة. Il faut continuer de travailler puis essayer de faire mieux lors de la prochaine rencontre. 12 نقطة في 6 مباريات متتالية دون هزيمة لنادي حمام الأنف، والسلسلة الإيجابية ب 645 دقيقة لعلي القلعي حارس الشبيبة تتوقف. الطموحات كبرت أنيس في نادي حمام الأنف ولا الحديث عن مرتبة رابعة؟ يعني بصراحة هذه المشكلة في تونس، لأنه بعد ريزلتا تولي عندك أحسن فريق وتولي تلعب المرتبة الرابعة لقدر الله. علاش مش طموح مشروع انك قاعد تنتصر تلقى روحك ما ماكش بعيد على المرتبة الرابعة؟ تحلم باش تحقق الاهداف من اول موسم، راه اي فريق يدخل من اول موسم لازم يعرف على شنو قادم، مش في شطر ثنية هو يبدل الاهداف نتاعو بعد يربح اليوم يولي يلعب على البطولة يخسر. وعنا ديجا نتذكروا احنا في اول موسم بعد انتصار سيدي بوزيد اربع ولا خمس مباريات الرئيس سيدي بوزيد قال نلعب على البطولة، فهمتني؟ معناها ما يلزمناش نغيروا اهداف قبل ما يبدا المباراه، قبل ما تبدا الموسم
تقعد مع المدرب. وهذا المشروع اللي حكى عليه سي محمود من اول الموسم تعرف على شنو قادر. خاطر مش معقول اذا كان مشات النتائج واليوم الفريق قريب المرتبه الرابعه. شكون تحدد الهدف؟ تحدد وحدك هكا في فيتير نتاع التلفزه تقول راهو اي علاش ليه المرتبه الرابعه؟ مش هكايا تو انا راهو باش نجبد كلمتي راهو اللي قلتها. خاطر بالحق كنت نتصور فريمون مشروع كي تحط انت مدرب حفظ امكانياتك وتحط اللاعبين نتاعك وتقول اي يا مدرب اخدم على روحك رانا معاك مهما كان تراو الهدف نتاعنا هو كاس. هو اذا كان ما وصلناش للمرتبه الرابعه هو مشروع باش يولي مشروع. انا نقول لك اليوم مشروع لكن الويه علاش تحط في الضغط سي محمود؟ يقول لك انا قريب سامحني ماجي يقول لك انا قريب اليوم المرتبه الرابعه نشوف الفريق عنده امكانيات باش يحققها. اذا كان جات مرتبه رابعه مرحبا بها. اذا كان ما جاش مش باش نقيل المدرب ولا مش باش نحاسب الله لا يقدر على حمام الله لا يقدر. عملت موسيري نتاع ثلاثه ولا اربعه مقابلات هزائم ورا بعضها تعاود ترجع لها هذيك باش يقول ان شاء الله نمنعوه هذاك مش باهي معناتها سيء. ولكن يمكن انا باش نعرج على نقطه نختلف بها بتتر على الاخيين اللي هي مش كيما ليكزومبل نتاع سيدي بوزيد كيما حملنف بتتر كيما قلت انت محمد علي. يعني سيدي بوزيد غيرت يعني من الهدف نتاعها وغيرت المدرب. هذه النقطه اللي الفارق بين حملنف وسيدي بوزيد لانه رئيس النادي بالنسبه لحملنف متشبث في معين الشعباني هذه واضحه. لكن خلينا نقول بتتر يطمح يعني لانه لقى روحه في مرتبه قريبه يمكن يطمح مع انه يعني يخلي المدرب يحافظ على المدرب على الستاف تكنيك اللي عنده ويطمح. لكن بتتر الاهداف وانا سير الاهداف نتاع حملنف كانت واضحه كما حكى سي محمود يعني من اول الموسم تكون واضحه الهدف نتاع البرنامج نتاع المدرب والهدف يعني نتاع النادي. لكن اذا كان كما قال محمد علي وصل كونه يعني يشوف في المرتبه الرابعه انه ينجم يخلط لها دونك هو يطمح هوني ماهوش ما غيرش الاطار الفني وغير الهدف يعني اما ديكلاريش تطمحش لانه مش تعمل ضغط على الفريق راهو اليوم. علاش شفتها ضغط؟ علاش ما تكونش موتيفاسيون للملاعبين؟ وين تعملوا في الفيستير نتاعك ما تعملوش للراي العام خاطر تتكلم مش مع تتكلم على لاعبين نتاعك هكا وقتها انت قاعد تتكلم على راي عام وتقعد تتكلم يا اخي كما قال تويكا انيس على سيدي بوزيد نهار اللي قال الرئيس نادي اولمبيك سيدي بوزيد راهو علاش لا مش احنا نلعبوا على البطوله من هيك نهار لكن غيروا عديد المدربين سته مدربين احنا نقولوا اربعه ملخص الكلام الاهداف تحدد قبل بدايه الموسم ما هوش اثناء الموسم وعلى حسب لي ريزلتا. اليوم تجمش تغير الاهداف في وسط الموسم هذا ما هذا اللي جاء لا سلمته بعد اللي جاء لا سلمته واضح. وقتها تنجم تخيم ربما مدرب عمل خدمه باهيه جمعيه معناتها اداره خدمه باهيه باش عطاتك الدفعه هذاك باش زادت طموحك بر نخليه سليم يقيم الحكم قام بمباراه باهيه والا لا يسلم. الحقيقه عندنا ثلاثه لقطات في المقابله هذه كان نبدا نشوف فيهم الثلاثه لقطات شوفوا هذه اللقطة الأولى سليم. اللقطة الأولى شوفوا كيفاش الكرة تتهز الحقيقة في الأول ما عندناش فما تسلل فماش تسلل مهم مش هذا المشكل هنا. اللقطة الثانية اللي هنا لا وجود لمخالفة لا وجود لعرقلة معناتها والقرار صحيح معناتها باش يخلي اللاعب يمشي. اللقطة الثانية اللي هنا نشوفوا هجوم الشباب علي القربي يدخل المنطقة ويسدد الكرة باش ترجع معناتها اللي يضربها عربي الماجي والكرة ترجع وقت اللي علي القربي باش يسدد التسديده معناتها المهاجم صبري زايدي المهاجم تاع الشباب موجود في موقف سليم عاود شوفوا البطيل هنا موجود في موقف سليم ولا وجود تسلل كي باش ترجع الكره لهنا شوفوا كيفاش المدافع نتاع حملنف باش يشد معناتها المهاجم تاع الشباب وكان على الحكم لهنا الاعلان على ضربه جزاء معناتها مع اقصاء المدافع حملنف محرز بالراجح. هذه اللقطه الثانيه. اللقطة الثالثة باش نجيو الهدف نتاع نادي حملون الكرة تتهز وبنضيف الله يطلع معناتها بالكرة بالراس ما فما حتى مخالفة تضرب في الترونسفرسار وترجع بوسنينة الحقيقة كان في موقف سليم نعاود نشوفوا البطيل هنا باش تهز الكرة وبنضيف الله باش يطلع لا وجود لمخالفة في اللقطة هذيا باش تضرب فما سليم المهذبي هو اللي مكسر الوجود تضرب في الترونسفرسار ترجع بوسنينة لهنا باش يدز الكرة بصدره لا وجود للمسة يد معناتها والهدف سليم في اللقطة هذه والقرار الحكم صحيح. هذا شو عندي في المقابلة هذه. باهي كنت حكيتوا على نجم اولمبيك سيدي بوزيد شادوا مباراته ضد النادي الافريقي ونجم اولمبيك سيدي بوزيد انقاد للهزيمة العاشرة ليه في البطولة ويبقى إلى حد الآن دون تعادلات المباراة مع عماد زهمول ومحمد العبدلي.
هزيمة ضد الملعب التونسي، استقالة في صفوف الهيئة المديرة، العيفة تقا كوليبالي وصابر خليفة يتغيبوا على التشكيلة، الإفريقي في أصعب حالاته يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد، المنهزم على ميدانه في جولة الفرطة ضد نادي حمام الأنف. معنا على استقالة متاع المدير التنفيذي خلي المحجوب، لو توضح لنا رشيد. معناتها خرج بالتراضي طلب هو معناتها وصرح حتى هو اللي كونه لأسباب عائلية اللي هو ذاك نمو هو وصرح زاد اللي كونه معناتها فرحان اللي هو خدم في نادي الإفريقي وخدم مع رئيس نادي الإفريقي ومع كافة الأعضاء في نادي الإفريقي وكهو معناتها والحياة تستمر ديما في الكلوب. كل المؤشرات كانت تدل على رد فعل قوي من الجانبين، لكن هذا ما حصلش على الأقل في النصف ساعة الأولى. أحمد خليل في محور الدفاع الإفريقي، بسام إصرار في على غير عادته في بداية المباراة، النسق يرتفع مع مرور الدقائق، الشناحي يسدد على القائم، كرة ترجع للمنياوي، الإفريقي يسجل، والحكم يعلن عن تسلل ضد المنياوي. ثلاثين دقيقة، النادي الإفريقي يلقى التوازن، عملية تنطلق من العيادي، الحدادي يخلي الكرة الملك توري، التوزيع باتجاه الشناحي، الجزائري بلمسة واحدة يسكن الكرة في شباك سيدي بوزيد، 1-0 الإفريقي. الأولمبيك يحاول رد الفعل، كرة طويلة من ديوب، رأسية كاميرا ما كانتش صعيبة على الحارس التخيلي، ثم تسرب من منصور من الجهة اليمين يوزع على مين الصفاقسي، الكرة ما توصلش المهاجم سيدي بوزيد، وشوط أول ينتهي على أسبقية النادي الإفريقي 1-0. النسق يرتفع مع بداية الشوط الثاني، تغييرات بالجملة من الجانبين، تيجاني بالعيد يضم تشكيلة الإفريقي، كرة ثابتة باتجاه أيمن الصفاقسي كانت غارة الحارس التخيلي. فرصة أخرى الأولمبيك سيدي بوزيد، يوسف الخميري يمد كرة لمين رمزي، عطاير يسدد فوق المرمى. يرجع بعد الإفريقي للهجوم، كرة ثابتة باتجاه مهدي الوذرفي، الحارس العياري يتألق ويفسخ هدف محقق الإفريقي. الإفريقي يضغط من جديد، مليك توري يتجاوز مدافع يسدد والحارس يحاول الكرة للركنية. أولمبيك سيدي بوزيد كاد يغلط الإفريقي بالهجومات المعاكسة، كرة من اليوسفي باتجاه الصفاقسي يسقط قدام أحمد خليل والكرة في الركنية. الإفريقي يبحث على هدف ثاني، بسام السرافي ياخذ كرة من المنياوي، الحارس العياري يتدخل بصعوبة، الأعصاب تتشنج على الميدان، الحكم وليد الجريدي يقصي محرز بن علي، أولمبيك سيدي بوزيد كاد يعدل النتيجة. رأسية من أيمن الصفاقسي في طريقها للشباك، عبد القادر الوسلاتي على الخط النهائي للمرمى يحافظ على أسبقية الإفريقي. الخمسة دقائق الأخرى من المباراة كادت تغير فيها النتيجة في أكثر من مناسبة، سيف الدين الجزيري أمام شباك خالية يضيع فرصة هدف ثاني الإفريقي، ثم توري يختار الطريق الصعيب يضيع فرصة على الإفريقي، وعاطف التخيلي يحرم أولمبيك سيدي بوزيد من تعديل النتيجة. 90+4 تسديدة من زياد الشاوش، التخيلي يتألق ويحافظ على انتصار الإفريقي بضعة أيام قبل خوض مباراة العودة في كأس الرابطة الإفريقية. صعبني على ربحنا الماتش، كنا نجمو نقتلو الماتش من الملوك هزونات اللي جاونا دوزيام تون سورتو، كنا نجمو نقتلو الماتش ونوفيوه على بكري، لكن ما وفقنيش ربي باش نسجلو. بعد في الدقائق الاخيره نتاع المباراه سيدي بوزيد ما عادش عندهم يخسروا، طلعوا الكل وسي نورمال، معناها بعد جيونا زادوا نحنا دي زوكازيون كي طلعوا جيونا دي زوكازيون فاس فاس مع الجارديان بيوت نتاعهم ضيعناهم، وهما كيف كيف معناها عملوا زوز ولا ثلاثه فرص معناها، لكن الحمد لله كنا مركزين وما كناش الاهداف. مبروك للنادي الافريقي على الانتصار نتاعو، ومبروك على كذلك على النادي الافريقي بالشبان اللي عنده. كانت المقابله 50-50 بالنسبه لنا احنا، راضين على مردود وان شاء الله نواصلوا في مشوار البطوله بنفس النسق هذا. جي كونتونت لو جوفور فالا كومبات بور لو 3 بوين. انا سعيد بما قدمه الفريق مقاتله اللاعبين من اجل النقاط الثلاث، تبقى النتيجه هي الاهم. في خصوص وضعيه العيفة فقد كان من الممكن انه يلعب اليوم، لكنه ليس في افضل حالاته، لهذا لم نخاطر به. اما في خصوص سيف تقا فنحن بحاجه ليه كذلك، ولهذا لم نغامر بالتعويل عليه. كما تعلمون لا نملك العدد الكافي من المدافعين في الفريق، كما لا يمكنني أن أجد مدافعين في فترة وجيزة، وبالتالي فنحن نعمل بالموجود. بيان سور
سي محمود، مباراة ما ارتقاتش لمستوى فني كبير، كان نجم يخرج فيها النادي الافريقي منتصر بأكثر من هدف، كما كان ينجم نجم أولمبيك سيدي بوزيد يخرج بالتعادل لولا تألق عاطف التخيلي في آخر دقيقة. صحيح، مقابلة كان مستواها أقل من المتوسط. الفكرة العامة معناتها تتفرج في المقابلة وكأن النادي الرياضي النادي الإفريقي شد عصبي كبير، تحس ضغط كبير على اللاعبين والإمكانيات الفردية نتاعهم، مش قاعد يستغل اللاعبين، مش قاعدين يستغلوا الإمكانيات الفنية نتاعهم. قبيلي مجدي في الوقت الفيتير قاعد يتعدى قال اسمه هو اللاعب الجزيري سيف الجزيري، وكأنه نسخة مطابقة الأصل للجويني في الترجي الرياضي التونسي. لاعبين معناتها شد عصبي كبير، فقدوا السيطرة في وقت من الأوقات على المقابلة، لكن زاد هذا يرجع للحضور، الحضور متاع أولمبيك سيدي بوزيد اللي وكأنه يلعب على أرضية ميدانه، رجع ذهنيا في المقابلة، خلق الخطر، جاب برشا فرص. كيف نتفكروا الفرصة الأولى جات للأولمبيك سيدي بوزيد رأسية أمير الدريدي، كيف الفرصة الثانية زادة كيف الأولمبيك سيدي بوزيد. بعد شوفوا أنا الحراس كما مقابلة الترجي، مقابلة نجم المتلوي، زوز حراس خلاو اللاعي الفرق متاعها تستنى حتى لآخر دقيقة. كيف علي العياري خلى أولمبيك سيدي بوزيد جات فرصة كبيرة للوذرفي باش يسجل الهدف الثاني وقت المقابلة نحا علي العياري، وكيف دقيقة 90 زائد 2 التخيلي نحى كرة من تحت البار ترانسفيرسال، كرة حد ما كان الناس كل حطتها في الهدف، لكن تبقى دواء برشا باهي للاعبين نتاع النادي الافريقي للفريق ككل. انا الناحية المعنوية شوف محمد علي، وقت اللي يخرج تقا ويخرج لعيفة وانت كنادي افريقي تجبر باش تلعب زوز لاعبين اللي سبيسياليتي نتاعهم باش يكونوا وسط ميدان كيما خليل كيما ديارا، شكون اللي عملوا هالمشروع هذا؟ هاو نتكلموا توا هالمشروع شكون؟ خاطر على الاقل في فريق كبير كيما في كل الفرق هو حتى، لكن في النادي الافريقي وخاصة قادم على كوب رابطة الابطال الافريقي، انت كي يتضربوا لك زوز لاعبين لاي سبب هذا ولا هذا ويخرجوا زوز وما تلقاش البديل، ونعرفوا احنا وقت اللي تحضر موسم على الاقل يكونوا عندك اربعه قراب في اللاكس اذا كان ما يكونش فما انسانكيام التالي متخبي، خاطر كل شيء نجم يصير، الاصابه الكارت اي حاجه تنجم تصير. ماهوش معقول باش في النادي الافريقي ما يلقاش المدرب كما قال، هو قال انا قاعد نتعامل مع شيء اللي قاعد موجود. تبقى كيف زاد جمال بلهادي قال الكلام اللي يلزم باش يقوله، عمل الاجتهاد اللي يلزم باش يعمله، لعب لاعبين في وسط الميدان الضو وسسمو وكاميرا حطهم، بعد حب يعطي النفس الهجومي للفريق، دخل اليوسي وحطهم، حط الضو اريير جوش، حط كاميرا اريير دروا، واعطاه اكثر اريحيه للهجوم تاعو باش يحاول يفتك هدف التعادل. في الاخير نقولوا مقابله متعادله رغم اللي كان مستواها طايح، متعادله، والفريق اللي عرف كيفاش يستحفظ على النتيجه هو اللي نجح في النتيجه. سليم، لقطتين عندنا في المقابله هذه، عندنا لقطه الهدف الملغى نتاع النادي الافريقي، شوف كيفاش يندوم بين العيادي والشناحي، يندوم بين العيادي والشناحي وترجع كره للشناحي يسدد باش تضرب في الترانسفيرسال باش تضرب في البوتو وترجع للمنياوي نشوف كيفاش لنا متقدم على ثاني اخر مدافع معناتها موجود في موقف تسلل معناتها، والقرار صحيح بالغاء الهدف في اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه نشوف مطالبه ضرب الجزاء، نشوف الكره كيفاش تهز، مدافع جرجي سارع بالكره يعمل ديفيسيون بالبال، معناتها الحقيقه لا فما لا عرق لا فما لا دفع معناتها وطاح وحده معناتها، ولا وجود لمخالفه في اللقطه هذه، وبالتالي لا وجود لضرب جزاء في اللقطه هذه. هذا شعنا في المقابله هذه. نشوف صفاقس توا، مباراة النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي اللي منذ اكتوبر 2007 لم ينتصر ضد النادي الرياضي الصفاقسي لحق الانتصار الخامس على التوالي، في حين اول هزيمة واول هدف يقبله النادي الرياضي البنزرتي مع مدربه الجديد يوسف الزواوي. مباراة محمودة بن سليم مهدي قاسم. النادي الصفاقسي بأربع انتصارات متتالية منها الثلاثة الأخيرة دون قبول أهداف في مواجهة النادي البنزرتي، الفريق اللي عزوا كل منافسيه على الوصول إلى شباكه في التسع جولات الأخيرة،
تحديدا منذ قدوم يوسف الزواوي، وحوار تكتيكي بين الزواوي شهاب الليلي الممرن اللي يعرف كل صغيره وكبيره على السيابي. توا افيك لابور نتاع سي يوسف الزواوي سيومون اللي هي دي شانجمون في ليكيب، مي احنا سي امبورطون باش نعرفوا شنو هما في السيابي، مي لو بلوز امبورطون لينا احنا هو انه اون امبوز نوتر ريتم دو جو نوتر ستيل دو جو، وهذا هو لو بلوز امبورطون. دقيقة صمت ترحم على روح عباس عباس اللاعب اللي أعطى الكثير لسي اس اس قبل ضربة البداية. له الحق باش نقعدوا له دقيقة صم ولا دقيقتين، لأنه جوار كان لاعب مثالي على الميدان، وكان من الحقيقة خلى ذكرى طيبة في ميادين ملاعب تونس كاملة. شوط أول ما بلغش المنتظر منه، 20 دقيقة أولى غاب فيها التركيز في الأمتار الأخيرة من الفرق الاثنين. بنجي أظهر إمكانيات كبيرة من جانبنا اللي منظر. ايضا الحارس صابر الخلفاوي واصل الدفاع على شباكه بعد 810 دقائق دون قبول اهداف. ابرز فرصه تاتي بعد 40 دقيقه لعب، الخلفاوي بامتياز كبير يمنع الهدف بعد كره بالراس من جونيور اجاي. شوط اول ينتهي على كره دون عنوان من ايزيكيل رغم موقعه المناسب. سي محمد كمون، كتاب جديد يعزز المكتبة الرياضية في تونس، كتاب خاص بساحر الأجيال حمد العقل. قال لي سي محمد نحب الكتاب يكون في مستوى على الأقل الكاريير نتاعي، ما نحبوش معناها يخرج كتاب معناها لمجرد أن نصدر كتاب. في الشوط الثاني علاء المرزوقي يعوض حسين الحربوي، جونيور أجاي أبرز لاعب في الميدان يسدد فوق مرمى الخلفاوي. الضغط يتواصل للسي اس اس، علاء المرزوقي يراوغ يوزع إزيكال يضيع فرصة افتتاح النتيجة والكلمة لصابر الخلفاوي. السيطرة ديما للسي اس اس، إمكانيات كبيرة محمد علي منصر دون تجاوز دفاع منافس، المحاولات تتعدد لنادي صفاقسي وكرة سكري محاذية للمرمى. الممرن شهاب الليلي يعوض إزيكال بمصعب ساسي، في أول كرة يلمسها يمر في القائم الأول، جونيور أجاي حاضر لافتتاح النتيجة. ايضا لوضع حد للرقم الخاص بالحارس الخلفاوي 867 دقيقه دون قبول هدف. الحمد لله كل ما دخلت عند صحابي، كما اليوم اول اوكازيون جات اعطيتها لصاحبي باش يسجل اللي عنده برشا مسجل. هدف افسد حسابات المورني والسزواوي، والسكري بمجهود فردي مميز يتجاوز دفاع منافسه كاد يكون على الموعد مع الهدف الثاني. السيسيس اصبح يعمل اللي يحب، سيطر بالطول والعرض، ماهر الحناشي يوزع علاء المرزوقي براس جانبيه. تألق بعدها الحارس صابر الخلفاوي في كرة وجه لوجه مع علاء المرزوقي، منع الهدف الثاني لنادي صفاقس. مقابل كل هذا محاولة وحيدة تستحق الذكر لنادي بزرتي، كان لها رامي جريدي بتفتح. لينتهي الحوار على انتصار بإقناع، والنتيجة كان بإمكانها تكون أثقل لولا تماسك دفاع سيابي والفورمة اللي كان عليها الحارس صابر الخلفاوي، ولينقاد النادي البزرتي في النهاية للهزيمة الأولى منذ قدوم الممرن يوسف الزواوي، أي بعد 10 جولات كاملة. ما نجمش كون راضي على لا لا على خساره، لكن بالنسبه لي انا المقابله كانت صعيبه بالنسبه للفريقين. حاولنا باش نوقفوا كما نقولوها لو جو اوفنسيف نتاع لادفيرسير، وفي الترانزيسيون ما بين لوفنسيف ديفنسيف بروميير ميتون كنا احسن من دوزيام ميتون. دوزيام ميتون فما وقت نتاع دي كونسونتراسيون جا فيه الهدف. لي جوار اللي بداو الماتش عطاو مع اليوم، لي جوار اللي دخلوا عطاو لو بلوس، اون اتيري اون افي لا موبيليتي لي بيرميتاسيون لي ديكالاج. ايكوتي اون ا دوميني كون ميم لو ماتش، الوغ اون ميريت دو غاني امبلومون. مجد شهاب الليلي يقول لك سيطرنا على المباراة، يوسف الزواوي يقول لك في الشوط الأول كنا الأفضل، شنو هو الكلام الصحيح، شنو اللي صار بالضبط في المباراة؟ والله بالنسبة لي أنا زوز كلامهم صحيح، لأنه الشوط الأول يعني نادي رياضي بنزرتي شفنا تنظيم دفاعي معناها ممتاز جدا، خلينا نقول وكان هو الشوط الأول كان الحقيقة متوسط، ما وصلش إلى نسق يعني كبير برشا، دفاعين تميز فيه نادي رياضي بنزرتي، هذاك علاش يوسف الزواوي قال الشوط الأول معناها عرفنا كيفاش نوقفوا هجمات نادي رياضي الصفاقسي، في حين نادي الصفاقسي الشوط الأول كان تنقصه يعني في 30 متر الأخيرة تغيير النسق.
خاصة على مستوى التنشيط الهجومي، فما نسق يعني قعد يمشي بالريتم نتاع معناها إن با أكسيليري معناها في الهجوم نتاعو، خاصة الاعتماد على إيزيكيل في محور يعني الدفاع نتاع نادي رياضي بنزرتي، ونعرفوا لي نادي رياضي بنزرتي يعني اليوم من أحسن الدفاع اللي موجود في البطولة التونسية، يعني شفنا اللي هو يعرف كيفاش يسكر خاصة يعني المحور نتاعو، وهذه الغلطة اللي غلطها يعني نادي رياضي الصفاقسي في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني شهاب الليلي تفطن الخطأ هذا الحقيقة وعمل بتغييرات ممتازة وممتازة جدا، خاصة يعني بخروج الحربوي ودخول المرزوقي اللي عطاه يعني منذ دخوله عطى تمريرة وجه لوجه بالنسبة لإيزيكيل اللي ضيعها، يعني عرف شهاب الليلي اللي يلزمه يعني يتعدى على الأروقة، خاصة في التكتل الدفاعي نتاع نادي رياضي بنزرتي يلزمه يتعدى على الأروقة باش نجم يسجل، والتغيير اللي عمره نتاع مصعب ساسي اخترنا لقطات في المباراة لقطة يعني نتاع مصعب ساسي في الهدف اللي سجله نادي رياضي الصفاقسي، يعني شوفوا هنا هذا الشخص كان ولا يدخل بالمحور ثم يكمل الهجمه على الرواق، شوفوا هنا معناها دخول مصعب ساسي معناها شوفوا يعني البلوس اللي اعطاه، شوف هنا التوزيعه في تمريره واحده، هذا هو يعني اللي المطلوب معناها من لاعب ممتاز جدا اللي هو مصعب ساسي، وكذلك يعني جونيور اللي كان من احسن اللاعبين في المباراه هذه، يعني لابيل اللي عمله كيفاش قص قدام سيف الله حسني وسجل الهدف، ثم هنا يعني في اخر المباراه شفنا اللي نادي الصفاقسي كان ينجم يسجل الهدف الثاني في ظل يعني تقدم نادي رياضي بنزرتي باش يسجل، شوفوا هنا يعني معلول اختار الحل الفردي، كان عنده امكانيه باش يمرر يعني لزميله في موقع يعني ينجم يسجل فيه الهدف الثاني وينتصر نادي الصفاقسي، يعني عموما خليني نقول نادي الصفاقسي خاصه في الشوط الثاني مدرب عرف كيفاش يتعامل في المباراه، عرف اللي يلزمه يمر من الاروقه باش ينجم يسجل الاهداف، هناك تفوق عددي من المرزوقي كيف مصعب سازي في دخوله، منصر كذلك زاد والحناشي كذلك بمساندته للهجوم، خلينا نقول نادي الصفاقسي عرف كيفاش ينتصر بشوط ثاني ممتاز جدا. واضح كان فما نعطيه استحقاق اللاعب وهذيك هو الخدمه نتاعو، زاد الحارس مرمى صابر الخلفاوي اللي فسخ هيك هي خدمته، ويلزمه باش يفسخ، هو موجود باش يفسخ، لكن وجوده والحضور نتاعو اليوم كان بعد هزيمه ثقيله على النادي الرياضي البنزرتي، خاطر فسخ ثلاثه اهداف واضحه كانت امام النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نمشي مباراه مستقبل المرسى والترجي الرياضي الجرجيسي، كان استياء كبير لمسؤولي واحباء مستقبل المرسى بعد هزيمتهم الاسبوع الفارط من اداء التحكيم، كنا موجودين في المرسى ورصدنا اراء احباء الفريق اللي كان عقد ندوه صحفيه وايضا مسؤولي مستقبل المرسى بعد هزومه الاسبوع الفارط واداء التحكيم في المباراه. مرسى الله ما هيش اول مره تتظلم، قاعدين نسكتوا قاعدين اليوم المظلمه صارت كانت واضحه قدام الناس الكل، معناتها اخطاء فادحه كبيره برشا، معناتها تجيك ضربه جزاء ضدك وتتنحلك ضربه جزاء ابار سبعه اوراق صفر، معناتها كانت تضر بالفريق، احنا ماذا بينا نحبوا نشوفوا حقنا وماذا بينا ما ناخذوش حق الناس، نحب نشوف نحب ماذا بينا معناتها اللجنه التحكيم اللي قاعده شافت بعينها اللي نجمت شافته، ماذا بينا النزيف الكبير والكارثي هذايا ماذا بينا نوقفوا له. نزار العامل غلط، تحمل مسؤوليته، لازمو يخلص. عمل اون ديكلاراسيون اللي هي شو زاد نلوم شويه، انا مانيش نبرر له في موقفه، ولكن نلوم شويه على لي ميديا اللي واحد يبدا معناتها مش في حالته الطبيعية وحاس بالقهر وبالظلم ويجي يمدلوا الميكرو شنو تحبوا يقولوا. لازم الملاعب يخدم خدمته سور تيران، ماهوش مطالب باش يناقش القرارات نتاع ليزاربيتر. مي مالوريزمون انا حسبتهم سبعة قرارات كانت غالطة وضدنا في 16 ماتش. أربع ضربات جزاء تزفرت اللي هما ماهوش ضربات جزاء صحيحة، وهذا تأكيد صار بالمافيولا من بعد في الحد الرياضي. كونتر تروا بيلانتي اللي واضحين اللي ما تعطاوش المستقبل مرسى، كي تحولهم اون تيرم دو بوان اقل شيء تلقاهم ثلاثة أربعة نكوت زايدين. في الوضعية اللي احنا فيها فريمون يزيدونا برشا. الفترة الأولانية نتاع لالي تعديت برشا أخطاء كانت مالوريزمون أغلبها أكثر من 90% كانت ضدنا. إن شاء الله فاز الروتور اللي كانوا الاجتهادات هيك تكون في الطريق الصحيح وتعطي حق العباد إن شاء الله.
حاجه ايجابيه وقت اللي ملاعب يغلط ويقوم بتسريحات ماهيش في بلاصتها يطلب الاعتذار، حاجه ايجابيه ايضا من مسؤولي مستقبل مرسى انهم ما رجعوش الفعل بطريقه قويه بعد المباراه، وانهم ايضا اكدوا انه ملاعب نتاعهم غلط ويتحمل المسؤوليه نتاعو. اكيد الحكام مطالبين باكثر يقظه في المباريات. وفي نفس هذا الاطار سليم، هيئه الشباب القيروانيه تحتز ايضا بكل لطف على مردود التحكيم وتقول انها قاعده تتلم في المباريات ويحكيوا على لقطه اليوم في المباراه. يظهر لي سليم قادمين على منغرج هام في البطوله، يلزم الحكام بصراحه ياخذوا حذرهم، يلزم الحكام يطوروا الاداء نتاعهم. اكيد لازم يطوروا الاداء نتاعهم وياخذوا حذرهم كما تقول انت، معناتها كلها اجتهادات فهمني. نرجع للديكلاراسيون تاع المرسى، صحيح معناتها في الفازالي المرسى الحقيقه نتذكر انا مثلا مقابله المرسى والمتلوي في المرسى، معناتها الحقيقه عنده زوج ضربات جزاء، نتذكر المرسى المرسى والترجي كيف كيف عنده ضربه جزاء، نتذكر المرسى في صفاقس عندها كيف كيف، معناتها الحقيقه المرسى غلطولها الحكام الحقيقه معناتها، والغش اللي عندهم مفهوم معناتها فهمتني. دونك انا تو نقول لك في فاز الروتور الحقيقه يلزم الناس معناتها تجتهد اكثر، يلزم الحكام معناتها اكثر يقظه، يلزم يحضروا ماتشواتهم خاصه مباريات مهمه سواء في اعلى الترتيب والا في اسفل الترتيب. مقابلات كل المقابلات السبعه راهم كل ولا ثمانيه كلهم مهمين، معناتها فيش مقابله مهمه مش مهمه، معناتها يلزم الحكام اكثر معناتها اكثر صرامه واكثر جديه، سيرتو اكثر جديه ويحضروا اكثر المقابلات نتاعهم معناتها ويركزوا اكثر المقابلات نتاعهم باش يتفاداوا الاخطاء هذه معناتها. واضح. نمشيو توا للمباراة مستقبل مرسى والترجي الجرجيسي، مباراة جدد على اثرها مستقبل المرسى العهد مع الانتصارات بعد اربع مباريات متتالية دون انتصار. مباراة حضرها امير زيتوني وسامي ابو عزيز. بعد اربع ايام متتالية مستقبل مرسى كان مطالب اليوم امام جماهيره بالانتصار ووضع حد لها سلسلة سلبية رغم الغيابات العديدة اللي سجلتها تشكيلة منذر الكبير، إجباري الجزيري والعمري للإنذار الثالث، يحيى يستكمل عقوبة الورقة الحمراء، وعلي الدين عباس لأسباب أخرى. وقعت بعض الإشكاليات الإدارية مع علي عباس ونجر عليها أنه معناها التركيز نتاعو نقص في الفريق، واضطر الفريق باش معناها بور إن بيريود معناها يكون معناها في الفريق الثاني. راني أنا أصلي مانيش مرساوي، راني ننتمي معناها للمنطقة، أنا من ولاد عيا من منطقة الوسط، نعتذر كان هما فهموني بالغلط بالحق نعتذر. وبالنسبة للقرآن أنا كي قلت يقرأ في القرآن معناه نقصد السيد هذا باش يعطينا حقنا، معناه ما نقصد حتى شيء نعتذر. منافس المرسى في عبد العزيز الشتوي اليوم كان الترجي الجرجيسي اللي تنقل للمرسى تحت قيادة مدربه الجديد المنصف مشارك بعد ما قررت الهيئة المديرة التخلي على المدرب منير راشد. بعد ثلاث مقابلات اللي صاروا معناها النتائج كانت معناها هزلية، الأحباء والهيئة راهو من الأحسن باش يصير رجع في الفريق. اللقاء دخلوا المرسى بقوة، الكاميروني سامويل بها منذ الدقيقة الثانية يهدد مرمى الجرجيسي وكورته الرأسية في دين حمزة عدالة. الكاميروني مرة أخرى يصنع الخطر ويسدد، وعدالة مرة أخرى حاضر في المكان المناسب. الحوار بين حمزة عدالة وبهاء يتواصل، والأخير يفشل مرة أخرى في مغالطة حارس الترجي الجرجيسي بعد توزيعها من بن حمودة. ضغط كبير من القناوية في النصف ساعة الأول من هالشوط وغياب كل اللي هجوم العكارة، حتى محاولة تذكر وحمزة المسعدي يلقى روحه في عزلة تامة وسط دفاع المرسى. في المقابل حمزة عدالة يواصل إبداعاته ويفسخ هدف بعدها التسديدة من أحمد العيادي. هجوم يتواصل وينتهي على رأسية تمر بجانب القائم من سامويل بها. دقيقة 38 إسرائيلي زفر مخالفة قريبة للمستقبل، بلال بن مسعود يتولى التنفيذ، كورته تضرب في جدار الدفاع وتغالط حمزة عدالة. 1-0 للمرسى واحتجاجات رافقتها الهدف من أبناء ترجي جرجيس. هدف واصل بعده مستقبل المرسى ضغطه، حضرية يلعب مخالفة، الكرة تتجاوز الجميع ومير العبيدي طليق يضيع كرة الثاني. نلعبوا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عكس هجوم للمرسى، كرة طويلة من خليل هنيد في ظهر الدفاع يخرج نور حضرية وجها لوجه اللي بصنعة كبيرة يروض ويسدد في شباك عدالة ويمضي على الهدف الثاني للمرسى. 2-0 في نهاية الشوط تعكس السيطرة المطلقة اللي فرضها أبناء منذر الكبير على منافسهم. الشوط الثاني رينا فيه وجه آخر للترجي الجرجيسي اللي نزل للهجوم وضغط على منافسه أمام تراجع أبناء المرسى، لكن هجومات أبناء منصف مشارق افتقدت للنجاعة، وعلي العمري في مرتين ما يستغلش موقعه المناسب. الدقيقة 72
كرة طويلة من سليم بن ملقاسم. يوسف الترابلسي ياخذ كرة على الخط وملاعبية الترجي الجرجيسي يطالبوا بهدف. يوسف الترابلسي كان حاضر مرة أخرى في هالمخالفة. الدقيقة 74 سليم بن ملقاسم يسقط في مناطق الجزاء يطالب مخالفة وإصراري ينظروا للتمويه. المدربين الزوز يلعبوا أوراقهم، الكبير للمحافظة على النتيجة ومشارك للعودة في اللقاء. 86 دقيقة ماهر العبيدي يدخل على ياسين الصالحي في 18. يوسف إصراري ما يترددش في الإعلان على ضربة جزاء. سليم بن ملقاسم يتولى التنفيذ ويصطدم بتألق نجم المرسى في اللقاءات الأخيرة يوسف الترابلسي اللي يبقي على نتيجة اللقاء كما هي 2-0، نتيجة انتهت عليها 90 دقيقة، نتيجة عادلة بالنظر لمردود الفريقين. المرسى يحقق أول انتصار ليه منذ 5 جولات أمام منافس ما كانش في نهاره اليوم. لا جروب هذا ما يسحقش يكون في كلاسمون كيما هكا، وانا الحمد لله اليوم 3 بوان فريمون حطونا في البلاصه اللي نحن لازم نكونوا فيها الحمد لله رب. توا السر ديما بلانتيات في مومون صعيب، ديما يوسف الترابلسي موجود مع مستقبل هذا المرسى. هذه جمعيتي تربيت فيها، ما عندي حتى مزيه، معناها وقت الشده كيما نقول لازمني نكون موجود. خرج الجمعيه اللي كونتني هذيا وعرفتني للعباد لازمني نكون حاضر ونعطيها اللي عندي. وكو 60-70% نتاع الفيكتوار ما تجي كان بالكوراج وبرشا فورس وبرشا اصرار وعزيمه تتحط من بدايه المقابل، لكن هيك ماهوش كافي، تنجم تلعب بقلايب كبير وتلعب بفولونتي وتحط برشا قوه في الديوال، اما ما تلعبش بمخ، ما تلعبش بذكاء، ما تلعبش اللي فاز اللي انت تنجم تعملهم وتعمل بهم الفارق سولون لي سيتياسيون لوجيك، ما تنجمش تاخذ الاسبقيه. نتحمل مسؤوليات هذه جمعيتنا، نتحمل مسؤوليتي وكل حاجه نعملها نتحمل فيها مسؤوليتي، وحتى مقابله اليوم انا نتحمل فيها المسؤوليه. لكن الخدمه ان شاء الله باش تكون من الاسبوع الجاي ان شاء الله، والمباراه الجايه ان شاء الله باش تكون افضل نوع الجماهير ترجع جريسي، أن ما عادش باش نضيعوا حتى نقطة في جريس إن شاء الله. كلام منطقي لمدرب ترجي جريس، ما جابش يبدل برشا حاجات في وقت وجيز. ترجي جريسي اللي قاد الهزيمة الثانية على التوالي ونقطة في 4 مباريات متتالية دون انتصار. صحيح، يعني ما نتصورش أنه مدرب في أسبوع يجي يغير العديد من الحوايج في الفريق، لكن الفريق بصراحة معناها ما كانش خايب، يعني الفريق مش في وضعية حرجة. صحيح سلم الفريق في وسط الموسم، لكن الفريق كمام فما فريق انتصر وعمل نتائج طيبة، ترتيبه حاليا يخوف، لكن نتصور انه ترجي جرجيس بالكاليتي الموجودين بالسيرتو لي زاتاكون اللي عندهم الصالحي حمزه المسعدي كيف زهير عطيه اللي دخل الشوط الثاني، الفريق يجم يكون في ترتيب احسن من هكا. نرجع للمباراه اكيد انه في تيران مرسى ما تنجم تكون كان مباراه الكرات الثانيه، مباراه الاندفاع، مباراه الديول، هذه اهم فاكتور في تيران كيما المرسى. كان نجموا نتعديوا حتى ديريكت للقطات. المرسى كان يعرف التيران، يعرف انه احسن وسيله في التيران هذه انك تلعب الجو ديريكت، تلعب برشا على الجو ديريكت ويزون بروفوكي لي فوت، يعني هما الملاعبيه كانوا يشيرش لي فوت سيرتو قراب برشا من 18 متر، قراب برشا من 18 متر. علاش؟ لانه عندهم دي بون تيرور نور حضريه. شفنا يعني اللقطه هذه، اللقطه الاولى قبل الهدف، شوفوا هنا كيفاش بن حموده يبروفوك الفوت. اللقطه هذه تعودت برشا، يعني الجو ديريكت من المدافعين العبيدي ولا العيادي على الاتاكون على والكره الثانيه مهمه جدا بالنسبه للمرسى. اللقطه الثانيه جابت الهدف كالعاده، طويله على بن سالم والديال والفوت، يعني هذا هو براتيكمون، هذوما اللي زاتو اللي لعب بهم مستقبل المرسى. وهذا ما تنجم تلعب كان هكا، وشفتوا يعني كده عندك بون تيرور كيما بن مسعود تنجم يغير لك نتيجه اللقاء في اي لحظه. يبدا عندك ميور زاده كيما ميور تاع اللي عامله ترجي جرجيس، ما نجم يكون كان هدف، يعني شفنا الحارس يعني كان يلوم برشا على الميور اللي موجود، لانه تحركوا باش نجم تبدلت الوجهه نتاع الكره. يعني صحيح مي كوم، يعني بن مسعود حتى كان جميل به يسجل اهداف قبل ومتعود انه يسجل، ماهيش حاجه جديده بالنسبه لي نحن. هو وبن حموده كيف سي بون تيرور من نور حضريه، ملاعبيه ثلاثه هذم يحبوا برشا المخالفات اللي قراب برشا من 18 متر. نتعديوا للقطه الثانيه، لقطه الهدف الثاني نشوف هنا ساعه اول حاجه دقيقه بربي السورس نتاع العمليه كان توش. هنا الغلطه الاولى لما شفتها هنا غلطه في ترجي جرجيس في التوش لدوز اكسيو وحسام سليمان لعب كمدافع ايسر ثلاثة في 18 متر، هنا ما فماش اكيليبر براتيكمون في الواحد، شايف الميطا الاول الفريق ولا ديزيكيليبري، يعني على توش لدوز اكسيو في يتكيو
هنا اول ما تضيع الكره لا ترانزيسيون، هنا شفتوا بالصور السبوت على الدوز اكسيون يعني مبروك وجويني زوز على توش في 18 متر وما فماش كوفرتير. تتفك الكره هنا للمستقبل مرسى وبثلاثه تمريرات نور حضريه يولي راس راس. هنا شوفوا نور حضريه القوه نتاع الترانزيسيون في مستقبل المرسى. هنا دقيقه ستوب، هنا المفروض دقيقه نرجع شويه للقطه نرجعوا. المفروض هنا بوشنيبه يعمل فوت يعني سي اتاك سي كونتر، المفروض هنا يعمل خطا تكتيكي لانه خطا تكتيكي وقف فيها عمليه، ما عملش الخطا التكتيكي ولا هدف. نور حضريه اللي كان في المناطق 18 متر نتاع مستقبل مرسى عمل لها بيل وخرج راس راس، دونك تروا باس مستقبل مرسى وصل وكان قريب وسجل الهدف الثاني. وهذه القوه في الترانزيسيون في المستقبل مرسى. اللقطه الرابعه حبينا نعديو الفرق بين السرعه والتسرع. محمد علي شوف ركنيه يعني صحيح انه باين انك تلعب بسرعه لكن مش بالطريقه هذه، تنجم تقول لي جاك شفتوا يعني ركنيه خرجت ديريكت البرة. هنا الفرق بين السرعه والتسرع. واضح. سليم شنو اخترت لنا فيها انت المباراه؟ عندنا خمسه لقطات في المقابله. المخالفه نشوفوا اللقطه الاولى للمخالف اللي جابت الهدف، نشوفوا كيفاش المبروك يهز ساقه معناتها في الفوق ياسر معناتها في راس بن سالم معناتها المخالفه موجوده. شوفوا لهنا كيفاش مبروك باش يهز ساقه معناتها وين هيثم بن سالم معناتها في النيفو نتاع الراس، المخالفه موجوده وصحيحه معناتها وهذيك اللي جابت الهدف. هذه اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه مطالبه معناتها مطالبه بهدف، الكره باش تهز يوسف طرابلسي باش يشد الكره صحيح بدنه لداخل بين الكره ما دخلتش، نعاود نشوفوها بالبطيه معناتها والزاويه واضحه. يوسف طرابلسي بدنه صحيح الداخل معناتها فايت المرمى مي الكره ما دخلتش معناتها ولا وجود لهدف في اللقطه هذه. اللقطه الثالثه مطالبه بضرب جزاء، نشوفوا كيفاش سليم بن القاسم يعمل كونترول يورونتي معناتها ويدخل معناتها الحقيقه صحيح فما يد مي ماهيش اليد هذيك اللي باش تطيح معناتها فماش دفع فماش شدان معناتها حسب اعتقادي لا وجود معناتها لضرب الجزاء في اللقطه هذه معناتها كونترول يورونتي يدور بن القاسم معناتها والشدان معناتها مش هذاك اللي باش يطيح معناتها ولا وجود لمخالفه في اللقطه هذه. اللقطه الرابعه لقطه ضربه جزاء ترجي جرجيس معناتها لو فما مخالفه معناتها المخالفه تكون معناتها خارج منطقه الجزاء. نعاود نشوفوا البطيل هنا لهنا نشوف كيفاش ياسين صالح يفوت الناس كل معناتها سريع لهنا، لو فما مخالفه لهنا معناتها تكون البرة من المنطقه. نزيدوا نشوفوها في نونغ الاخر معناتها كان فما ضربه راهي البرة من المنطقه معناتها ماهيش داخل المنطقه معناتها ولا وجود لضرب جزاء، كان المفروض على الحكم معناتها لهنا على مخالفه خارج منطقه الجزاء. اللقطه الاخيره قبيله محمد علي قلت لي معناتها لازم اكثر انتباه معناتها في المرحله الجايه. الحقيقه شوف لهنا كيفاش تسديده من ترجي جرجيس معناتها ما مسها حتى واحد معناتها واعنوا على ركنيه معناتها اكثر تقول لازم انتباه، صحيح لازم انتباه معناتها وردوا بالنا في حكايه كيف هذا معناتها هذا لازم برشا انتباه مش شويه انتباه. بيمشي مباراه قيف الرياضيه بقبسه والملعب الجيبسي قيف الرياضيه بقبسه اللي حقق ثاني انتصار ليها في الموسم ويحصد اربع نقاط في زوج مباريات الاولى في مرحله الاياب مقابل زوز هزائم كانوا في مرحله الذهاب في زوج مباريات الاولى، والهزيمه الثانيه على توالي الملعب الجيبسي اللي يحصد نقطه واحده في ست مباريات الملعب الجيبسي اللي كان غير المدرب نتاعو في وسط الاسبوع مباراه اشرف عليها المدرب المساعد مباراه محافظه طرابلسي وسفيان الوش. مباراه اكثر من هامه في حوار الاجوار، الملعب الجيبسي يبحث على التوازن في البطوله واستعاده ثقه جماهيره رغم البدايه الموفقه في المغامره الافريقيه، لكن هذا ما منعش من حصول القطيعه في خطوه مفاجئه مع المدرب نزار خنفير. حصة التمرينية نتاع يوم الجمعة معناتها فما أحباء معناتها تهزموا على المدرب، على هما مش تهزموا، المهم الحكاية غاضبين على النتائج اللي صارت في الأخرانية وخاصة على لقاء نادي سباغسي نهار الاثنين يتم الإمضاء لفسخ العقد. سي مرتي سامحني من بين الأسماء المطروحة بإلحاح على سعد الدريدي ظهر لي. والله ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا بحكم أن يبقى القرار الأخير عند الممرن عند رئيس الجمعية. استيدا كان الأخطر منذ البداية وفرص التهديف كانت حاضرة منذ الدقيقة الخامسة، توزيعة من حمزة جلاسي في القائم الثاني ورأسية هشام السيفي فوق العارضة بقليل، ثم أحمد حسني في الدقيقة 12 يصنع الخطر بمفرده يتوغل داخل منطقة 16 متر و50 ويصوب على القائم الأيمن. أول عملية منسقة لقوي في القفصة جاءت في الدقيقة 26، كرة تنطلق من وسط الميدان وآزر الغالي في الاختتام لكن تصويبته كانت ضعيفة.
الملعب القبسي مرة أخرى كان الأخطر أمام مرمى الحارس خميس الثامري، ومحمد بن منصور يستغل توزيعة حمزة البكوش لكن التصويبة كانت عالية. 15 دقيقة الأخيرة في هذا الشوط الأول يتحرك قوي في القفصة من خلال توغلات حمدي العابدي على الجهة اليسرى، ثم أحمد الحراف في دقيقة 34 كاد يغادر سليم الرباعي اللي كان متفطن ويحول كرة من تحت العارضة للركنية. الملعب الجيبسي يختتم الشوط الأول بقوة كما بدأ. أحمد حسني في مناسبتين يفشل في استغلال وضعيته في الكرة في العمق والدفاع يدارك الموقف، ثم في المرة الثانية تصويبته كانت ضعيفة بعد تمريرة ذكية من يوسف الفوزاعي. بداية الفترة الثانية المدرب قيس اليعقوبي يقوم بتغيير تكتيكي بحثا على حل إضافي في عمق الهجوم. مروان الترودي ياخذ مكان آزر الغالي، وهذا ما مكن قوي في القفصة من فرض ضغط على منافسه خاصة بعد التعديلات في تمركز المهاجمين. ودقيقة 54 جاءت بالهدف الأول، بورهان غنام يخرج غازي شلوف اللي يرفع الكرة في القائم الثاني، ترجع من الحارس سليم الرباعي، التصويب من مروان الترودي وجاك بيسون بدون رقابة وبازدواجية جمعت بين القوة والجمالية يسجل للجولة الثانية على التوالي. ردة الفعل من استيدا كانت تمكنه من التعديل بعد 7 دقائق، كرة ثابتة من أحمد حسني وحمزة جلاسي في الاختتام العملية وكورته خارج المرمى. ارتفاع نسق المباراة وقوافل القفصة يقرب من الهدف الثاني، وهذا محصل في الدقيقة 64، غازي شلوف واللي تميز بدقة توزيعاته يرفع كرة في القائم الثاني، مخالفة الدفع من حمزة البكوش على جاك بيسون، وضرب الجزاء يتولى تنفيذها بنجاح برهان غنام. 2-0 وبنية الملعب الجيبسي تأثروا ذهنيا بالهدف الثاني، هذا بالإضافة إلى التراجع الواضح على المستوى البدني، وما تبقى من الوقت ما شاهدناش خلاله عمليات جديرة بالذكر من الجانبين. في شوط ثاني كان حاسم لأبناء قيس اليعقوبي اللي حقوا انتصارهم الثاني في الموسم، بينما فرط الملعب الجيبسي في الأسبقية في شوط أول كان أحسن على جميع المستويات من منافسه. عملنا شوط أول ظهري ممتاز مقابلة الأولى، شوط الأول خارق العادة، منتظرين الرشمون فيزيك هذا اللاعبين هالنرب عرانا مقابلة ضد نادي الصفاقسي، يمكن خلات ديتراس في الملعبية. الهدف الأول جاء بكري في 10 دقائق، كان أوخر شوية الهدف، الهدف الثاني جاء شحنة أخرى الملعبية أيس وبدينا خرجوا شوية من الطرح. ملعب الجيبسي وصيف الكأس كاتريم كلاسي، اون تري جروند ايكيب، ولات نقولها مش جروند، اون تري تري جروند ايكيب، دونك عملوا لنا برشا مشاكل في لا بريمير تون، لكن كان في حسابنا انه المباراه الزايده اللي عندهم تاع الكاف، الرحله، لا ديفيت قدام السي اس اس، جو الاسبوع هذا في التدريب وتعرف الاخبار، تغيير مدرب بطبيعه، كنا نعرفوا انه في الشوط الثاني باش ينزل مستوى على الاقل على المستوى البدني، وكينزل مستوى بدني معناها الذهني كذلك. سي محمود يظهر لي قيس اليعقوبي يلخص كل شيء، استغل المعنويات المنهاره في الملعب الجيبسي بعد هزيمه وسط الاسبوع، استغل النقص البدني والتعب للفريق بعد سفره لافريقيا، وانتصر في مباراه مهمه برشا للقوافل. مهمه برشا، وهذا هو النقطه الاساسيه بالنسبه للقوافل القفصه، هو لخاطر توا الناس الكل شاده الفيراج، فما فيراج بعد لين درواتشكم باش يخلط الاولاني. توا الفرق اللي تلعب من اجل تفادي النزول يلزمها في ارضها يلزم تستغل لو ماكسيموم الارض نتاعها وتاخذ 3 نقاط والنتيجه قبل الاداء وقبل التكتيك وقبل وضع اللاعبين ووضع الناس الكل، الفرق قبل الاشخاص. 2 بالنسبه للملعب الجيبسي، ملعب الجيبسي يلزمه يعرف يختار لي زوبجيكتيف نتاعو، يرد باله. انا بالنسبه ليا الملعب الجيبسي عنده فريق كبير، عنده لاعبين عندهم الخبره، عندهم برشا لعبوا مع بعضهم، تبقى عنده زاد مسابقه نتاع كاس افريقيا، يلزم يحدد الاهداف نتاعو، يعرف شنو اللي حاجته الملعب الجيبسي، على خاطر راهو الشيء ملتالي قاعد جاي قاعد يقرب للفرق اللي عندها 18 نقطه و19 نقطه، دونك يلزم الناس الكل توعي وتعرف اللي الهدف الاولاني بالنسبه للملعب الجيبسي هو البطوله المحليه، لكن كل ما يجي زايد من البطوله الافريقيه مرحبا بيه. حسب اخر المعلومات اللي استقناها من الهيئه المديره للملعب الجيبسي مازال ما فما حتى جديد ومازال ما استقرش الراي على المدرب الجديد للفريق. سليم شنو عندك في المفروض؟ عندنا
عندنا لقطة الهدف الأول نتاع القوافل، شو كيفاش الكرة باش تتهز. الكرة تتهز عالية، هنا يطلع الحارس يضرب الكرة، لا وجود للمخالفة، هنا تعاود ترجع مرة أخرى الكرة، واللاعب اللي سجل هدف لا وجود في موقف تسلل، معناته الهدف صحيح وما في حد شيء. عاود نشوفها مرة أخرى تتهز في مرحلة أولى، باش يطلع الحارس باش يمس الكرة، معناتها لا وجود للمخالفة هنا في اللقطة هذه، لا وجود للمخالفة. تعاود ترجع مرة أخرى معناتها للاعب المهاجم، المهاجم موجود في موقف سليم والهدف صحيح. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية لقطة ضرب جزاء نتاع القوافل، هجوم القوافل شلوه في هز الكرة. نشوف كيفاش حمزة مكوش معناتها باش يدفع المهاجم تاع قفصة، معناتها والدفع موجود وضرب جزاء صحيحة. شوفوا البطيء مرة أخرى شلوه في هز الكرة، شوفوا حمزة بكوش معناتها كيفاش باش يدفع اللاعب نتاع المهاجم والمخالفة موجودة والدفع موجود وضرب جزاء صحيح. هذا شعلنا محمد علي في المقابله هذه. قبل ما نمشي لمباراه مستقبل الرياضي بالقصيده والملعب التونسي، نذكر انه في الجزء الثاني من الاحد الرياضي باش يكون حديثنا عن انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم، وكما قلت من الاول البلاغات والبلاغات المضاده وقضايا في الافق وبرشا تفاعلات ديجا من جماهيرنا ومشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك. قبل ما نفتح الملف هذا قلت نشاهدوا اخر مباراه في حصتنا الليله واخر مباراه في الجوله الثانيه للرابطة المحترفة الأولى، مباراة مستقبل الرياضي بلقاسين والملعب التونسي مع رؤوف الجبير وطارق الصيح. قمة أسفل الترتيب تجمع مستقبل القاصرين بالملعب التونسي في مباراة حاسمة على درب الانطلاق في مرحلة الإنقاذ في منافسة مباشرة. ملعب فريانة يحتضن المباراة في انتظار الانتهاء من أشغال صيانة ملعب القاصرين الرئيسي. مشكورين الخيام في فريانة من سلطة محلية من هيئة مديرة النجم الرياضي بفريانة، عاونونا مكنونا من الملعب. أكيد مقابلة اليوم تنجم تكون هي الوحيدة، لكن يبقى شك في أن مقابلة القروان تتلعب في القاصرين تتلعب مرة أخرى في فريانة، هذا إحنا وحالة استاد. قبل المباراة هيئة الملعب التونسي تكرم لاعبها السابق وبالنجم فريانة صالح السعداوي. ماهيش غريب على هيئة الملعب التونسي، فريق كبير معناها وهذه بادرة طيبة يشكر عليها وشكرا معناها للناس الكل. أول هجمة في المباراة تجي من أبناء البقلاوة، سيف الدين بن عكرم يوزع وشهاب بن فرج يتصدى لتسديدة الشيخ توري. الملعب التونسي يواصل البحث عن المباغتة بصفة مبكرة، لكن منتصر خمير كان حاضر أمام زياد العونلي. الإجابة تجي للمستقبل بعد تغيير الكرة من اليسار اليمين بين رزاق حسن كيتا ونضال الدلهومي اللي وزع، وحسين منصور يختار الفنيات ويضيع. أبناء كمال الزواغي يواصلوا الضغط، وحسن رزاق كيتا بتوزيعة ممتازة في ظهر المدافعين يخرج نضال الدلهومي مع قيس العمدوني، والأسبقية كانت لحارس استاد. المخالفة لأبناء القاصرين التنفيذ من وسيم النغموشي، نضال النفزي يفشل في الاقتناص الرأسي، الكرة توصل لشهاب بن فرج اللي كان في موقع تسلل. معطى جديد في المباراة تغيير اضطراري في صفوف المستقبل بعد إصابة الحارس منتصر خمير، والحارس الاحتياطي الصديق الشابي وصل المباراة. إن شاء الله أخويا تطلع غدا نعمل إعلام، إن شاء الله غدا تطلع مش حاجة كبيرة، إن شاء الله يطلع كونتراكتور مش إلونغاسيون ولا حاجة خطيرة، تتوجه بقى راحة كبيرة برشا. وأول اختبار يجيه من سيف الدين بن عكرمي والشابي يتصدى. الرد في الجهة المقابلة يجي من قيس العمدوني اللي يتصدى لمحاولة وسيم النغموشي. لقطة ينتهي عليها الشوط الأول دون أهداف. المباراة داخل المباراة تتواصل بين النغموشي والعمدوني، والأفضلية كانت لحارس الملعب التونسي أمام مهاجم المستقبل. شريط الهجومات يتواصل، معز الجمال يوزع وسيدريك فالي ضيع. ماهر الكنزاري يلعب ورقة أشرف الزيتوني ومحمد السوداني للعودة للتنشيط الهجومي. الملعب التونسي يرجع للهجوم، ومحمد عمارة معرفش يتعامل مع الكرة، والصديق الشابي أسبق منه يبعد لخطر. المستقبل يجاوب، سيف الدين الجربي يوزع، العمدوني يتصدى لرأسية حسين منصور، وسدريك أمام شباك خالية ما كانش قادر على إكمال العملية. محمد أميل عويشاوي يبحث عن ضربة الجزاء، والحكم محمد سعيد الكردي يعطي الأسبقية لدفاع البقلاوة. والمباراة تنتهي بالتعادل السلبي اللي ما كانش إيجابي للزوز فرق، خاصة للمستقبل اللي ينزل لأسفل الجدول في المرتبة الأخيرة. مازال ما تلعبش أي نقطة البرة بيه، حبينا 3 بوان جات نقطة، ديما كونتورنا يماركي، نلعبوا في بلادنا ما نساوموش، والبرة نحاولوا باش نجيبوا برشا ماتشويات. بعد المقابلة نتاع النادي الإفريقي لازم فما شوية رولاشمون من الناس، هذيك عقلية اللاعب التونسي. اليوم مازالت عندنا أمل كبيرة ياسر، زادت عندنا شونس إسونسيال كيما
ما نربحوش ما نخسروش. نقطة قسمناها لك ما نتساعدنا احنا نتساعدهم هما. هذيك احكام الكورة. برافو للملاعبين ما قصروش. تعرف في الوضعية اللي موجودين فيها تعرف يكون ضغط نفسي كبير على الملاعبية باش تنجم تخرج الملاعبية أول حاجة مستياسيون وعمره ما ربح في الملعب نتاعو. كمال زويغي بعد المباراة قال إذا كان باش تواصل الظروف كما هي في المستقبل القصرين يمكن ياسر إغادة للفريق. ويظهر لي مجدي يلخص كل شيء في المباراة قال لك نقطة ما تنجمش ترضي حتى طرف. صحيح خاصة القصرين لأنه تعرف يعني المرتبة والأرض وخاصة كما جبد قبيلة سي محمود مهم جدا بالنسبة للفرق اللي تلعب على النزول هو الكونتور. يعني في أرضك ما يلزمكش تساهم في النقاط. الملعب التونسي تصارع النادي الإفريقي ثم نقول فاز بنقطة خليني نقول لانه لكن تتصر مباراه من فئه 6 نقاط يعني هذا الكونكورون ديريكت نتاعك. دونك الملعب التونسي مستفيد اكثر بالنقطه هذه. واضح سليم شنو عندك؟ لقطتين عندنا مطالبه ضرب جزاء معناتها للمستقبل القصري. شو كيفاش المهاجم معناتها باش يدخل للمنطقه باش يحاول يراوغ. شوف كيفاش لنا يكسر الكره ويدخل المنطقه معناتها ولا وجود لدافع ولا وجود لعرق ولا وجود لمخالفه في اللقطه هذه. نعاود نشوفوا البطيئه مره اخرى. الجربي يدخل معناتها باش يراوغ العكرمي يدز الكره الاولى ولا وجود لدافع ولا وجود لمخالف ولا وجود لضرب جزاء. اللقطه الثانيه لهنا ركنيه باش تهز نشوف كيفاش العويشاوي معناتها يسنى في الكره معناتها مقدم على الديفونسيرات والديفونسيرات تدفعوا من تالي معناتها وحسب الصور اللي عندي معناتها المخالفه موجوده كان على الحكم لهنا الاعلان على ضرب جزاء المستقبل القصرين. نعاود نشوفوا البطيء شوف كيفاش العشاوي معناتها العيشاوي يقع الدفع نتاعو معناتها ضرب جزاء صحيح كان على الحكم الاعلان عليها في اللقطه هذه. هذا شعلنا في المقابله هذه. واضح اذا هكا تكونوا كملنا مع المباريات. النتائج الكامله نتحمل الان في انتصار ضد الشباب القيرواني هدف مقابل صفر، انتصار ترجي التونسي ضد النجم المتلوي هدفين مقابل صفر، انتصار مستقبل تعادل مستقبل قصير الملعب التونسي صفر مقابل صفر، النادي الافريقي ينتصر ضد النجم اولمبيك سيدي بوزيد هدف مقابل صفر، مستقبل ماسا ترجي الجرجيسي هدفين مقابل صفر، انتصار قوافل قفصه ضد الملعب الجيبسي هدفين مقابل صفر، النادي الصفاقسي ينتصر ضد النادي البنزرتي هدف مقابل صفر، مباراه اتحاد بن قردين النجم الساحلي تجرى يوم 25 فبراير. النتائج تعطينا الترتيب التالي: نادي الصفاقسي في المركز الاول مؤقتا ب 43 نقطه، الترجي الرياضي التونسي في المرتبه الثانيه ب 42 نقطه، في المرتبه الثالثه النجم الرياضي الساحلي ب 41 نقطه، في المراتب الاخيره لقاو اتحاد بن قردين في المرتبه 11 ب 20 نقطه، في المرتبه 12 الملعب الجيبسي ترجي الجرجيسي ب 18 نقطه، في المرتبه 14 الملعب التونسي ب 14 نقطه، في المركز 15 قوافل الرياضيه بقفصه 13 نقطه، في المرتبه 16 والاخيره مستقبل القصرين ب 12 نقطه. بالنسبه لترتيب الهدافين علي معلول من الرياضي الصفاقسي في المركبه الاولى ب 11 هدف، ثم طه ياسين الخنيسي من الترجي 10 اهداف، فخر الدين بن يوسف من الترجي ايضا 7 اهداف، وفي المرتبه الرابعه محمد العويشي وجونيور الجاي من الرياضي الصفاقسي ب 6 اهداف لكل واحد فيهم. منيس شكرا على حضوركم معنا ليلى، مجدي شكرا ليك، سليم شكرا ليك ايضا، سي محمود باش تواصل معنا الجزء الثاني من الاحد الرياضي كما قلت باش يكون مخصص لانتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم وكل الاحداث اللي صارت في بحر الاسبوع هذا، راجعين باش نحكيوا عليها بعد فاصل قصير. وزارة الدفاع الوطني تتولى تشغيل الشباب بعد الخدمة الوطنية، وتهم هذه العملية الشبان الذين لم يؤدوا الواجب الوطني طبقاً للإطار القانوني المنظم للخدمة الوطنية. يتمتع هؤلاء الشبان بالامتيازات التالية: الحصول على منحة شهرية خلال سنة الخدمة العسكرية ب 200 دينار للمجند المتحصل على شهادة عليا، و 100 دينار للمجند غير الحامل لشهادة مع مجانية الأكل واللباس والعلاج. الإدماج مباشرة بصفوف الجيش الوطني مع انتهاء سنة فعلية للخدمة العسكرية، والحصول على رتبة مطابقة للشهادة المتحصل عليها بعد استيفاء الشروط القانونية خاصة منها الصلوحية الطبية، العمر بين 20 و35 سنة، المستوى التعليمي من السنة السادسة أساسي على الأقل إلى شهادة الماجستير أو ما يعادلها، عاطل عن العمل. وعلى الراغبين في ذلك أن يبادروا بالتسجيل بالمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية المتواجدة بكافة ولايات الجمهورية، وذلك ابتداء من 15 من فبراير 2016. مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين.
مقسومة نصين. احنا القصة اللي بتاعتها خلاص، لو عليها قبل ما تبتدي نسي. انا الحالتين مقسومة نصين. انا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي. مالك دي بنت صايعة؟ وانا قلتلكوا كده من زمان محدش صدقني. ضيعت عشانها سنين مش واضحة. اسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. انت دلوقتي لو سبتيه مش خسرانة حاجة. والله انت شايفة سهلة قوي كده يعني؟ لا يا طارق، انت اتعصبت عشان شكيت فيا مش عشان بتحبني. ما انتش نازلة يا ملك. لا هنزل يا طارق. وسيب ايدك ما تزودش حضرتك. الحاجة اللي انا ضيعت عشانها سنين مش واضحة ملامح صورتي. ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. ايه مداري ولا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من الأحد الرياضي. نحب نرحب بضيوف اللي التحقوا بنا توا. سمير بن عيسى مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد علي، ومرحبا بكل جماهير الأحد الرياضي. سي نبيل دابوزي مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد علي. ومعز الناصري أخصائي في القانون الرياضي مرحبا بك. مرحبا سي محمد علي، ومرحبا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله نقدموا الإضافة المرجوة. مرحبا. كما قلت في أول الحصة باش نحكيو على انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم وكل الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع اللي باش نرجع عليها، ويقدمها لكم زميلي محمد العبدلي. بعد اختيار تاريخ 18 مارس كموعد لإجراء انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم وتحديد الفترة الممتدة بين 17 و26 فبراير لتقديم ترشحات، كان رئيس الجامعة الحالي وديع الجاري أو المبادرين بتقديم قائمته، وذلك بعد نهارين من فتح باب الترشحات. جلسة 18 مارس يتهددها التأجيل خصوصا مع ما يبديه منافسو وديع الجاري من تخوفات لتحويل وجهة السباق الانتخابي. مخاوف ترجمها يوم 16 فبراير الموقعون الخمسة علي الحفصي، علي الوريمي، أنور الحداد وماهر بن عيسى وطارق الهمامي، إلى بيان دعاوا فيه الوزارة للتدخل وتحقيق ثلاث مطالب في صيغة شروط للترشح. أولا تعيين هيئة مستقلة ومحايدة للإشراف على الجلسة العامة الانتخابية. ثانيا التدقيق في حسابات الجامعة بل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. ثم ثالثا إلزام المكتب الجامعي بعدم توظيف المال العام واستعمال آليات الجامعة وجميع الرابطات المنتمية لها لأغراض انتخابية. بعد البيان الموجه للوزارة، الجامعة تصدر بلاغ يوم 18 فبراير استنكرت فيه ما جاء في بيان الموقعون الخمسة، وعبرت فيه عن استغرابها مما اعتبرته محاولات لتأجيل الانتخابات والتشكيك في النوادي والرابطات. معركة البلاغات والبيانات قد تكون لها طرق ومآلات أخرى، منها المحكمة الإدارية اللي تشؤولها موقعون الخمسة، وربما أيضا الفيفا في صورة دخول الوزارة على الخط. فأية نهايات لهذه الانتخابات؟ قبل البدايات، قبل ما نبداو نحكيو على انتخابات الجامعة، بدينا نحكيو على النهايات. والبدايات كانت سي ماهر ببلاغ وإلى بيان كنتوا خرجتوهم انتوما كما قال زميلي محمد العبدلي الموقعون الخمسة ساعة. بأي صفة وقعتوا في البيان هذا؟ أكيد هو في المشهد الرياضي معروف شكون باش يتقدم على الانتخابات، يعني الخمسة اللي تم ذكر اسمهم اللي باش يتقدموا للانتخابات لاحظوا بكل أسف ما فماش اليوم يعني توازن باش يتقدموا هذم للانتخابات، في ظل أولا غياب تعرف اللي حتى توا اللي جاء المكتب الجامعي الحالي اللي سي نبيل منه جات كانت أشرفت عليه اللجنة الأولمبية. نتفكروا بالمرسوم 66 وكانت الأمور واضحة، وحتى حد اليوم ما تقدم وقال راهو الانتخابات فيها إشكال. ونعرفوا احنا اليوم حتى تونس اليوم باش نجحت الانتخابات التشريعية نتاعنا كانت فما لجنة عليا للانتخابات من اليسار واليمين، الناس كل ثمنت الانتخابات هذه وأعطت صورة جميلة لتونس. اليوم مش معقول عندنا تونس دو فيتيس، يعني في الانتخابات اليوم تاع المكتب الجامعي شكون باش يرأسها؟ باش يرأسها رئيس لجنة التأديب
اللي نقول له كل احترام. انا كل صراحه عمري ما شفته سيد هذايا، خاطر عمري ما تعاقبته الحمد لله رب العالمين. لكن مش معقول يعني نذكر اللي رئيس لجنه التاديب تم تعيينه من طرف المكتب الجامعي اكيد في خلال الانتخابات الفارطه، لكن مش معقول. الحاجه الثانيه اليوم حتى اللي بشنظر اليوم في الملف هذايا هي لجنه الاستئناف اللي هو تغير مرتين حتى في المكتب الجامعي هذا. انا انبسط حتى المواطن الجديد اليوم قبل ما تبسط للمواطن سيدي ما جاوبتنيش، انتم موقعون خمسه، احنا الموقعون خمسه، انتم ناويين باش تمشيوا باش ترشحوا؟ ان شاء الله احنا ناويين كان توفرت الشروط وتوفرت وينها قائمتكم؟ هما نعرفوا حتى شيء على قائمتكم. شوف القائمات حاضرين والبرنامج حاضر وكل شيء حاضر، لكن اليوم اعطيني نفس التمشي ونفس التساوي باش نجم انا نتقدم للفتره النيابيه نتاع المكتب الجامعي القادم. احنا لاحظنا مع كل اسف اليوم تونس اللي الناس كل تعطي بينا المثل عدم وجود على الاقل هاللجنه هذه اللي تكون تنجم تكون محايده معنا. شك في حتى حد، لكن المكتب ما عندكم شك في حد؟ البيان اللي خرجتوه بكل تشكيك سيما. فهمت ما عندناش احنا، ما عندناش زعما اليوم رئيس لجنه التاديب ولا رئيس لجنه الاستئناف، ما عندناش مشكله مع شخصيه، لكن اليوم الوضع نتاع البلاد يتحكم اليوم تكون فما لجنه عليا اللي تشرف على الانتخابات هذه. كيفاش المكتب الجامعي الحالي جاي بمرسوم 66 اللي هو نظم واللي هو جاي يرس وسيرس الشتالي، اليوم المكتب الجامعي هذا الانتخابات نتاعو اللي عندها قيمه كبيره ترأسها لجنه اللي هي تقريبا لجنه فيدراليه. سي نبيل كيفاش انتخابات ترأسها لجنه فيدراليه؟ والله انا الساعه جيت لهنا باعتبار كوني ربما انتمي حاليا للمكتب الجامعي هذا وانا الناطقه الرسمي، ولكن ليس لي نيه الترشح وهذا اعلنت عنه. ايكم باش يكون عندك منصب اخر؟ القائمه لا اكيد كونه هذه فتره راحه عن قناعه. لا هذه فتره راحه قررت باش ناخذها الحق بعيدا عن كل ما يتعلق بالرياضه وخاصه كره القدم. هذه قناعه خاصه خذيتها ولو ان القرار كان صعيب، ولكن مش هذا الموضوع نتاعنا. هو باش نحكي على نفسي فقط لهنا، حبيت نقول كوني باش نحكي بكل تجرد ومش نحاول نكون اكثر موضوعيه ممكنه في الحديث نتاعي باعتبار غير معني بالعمليه الانتخابيه بتاتا. في الحقيقه انا ربما نتواصل مع السؤال نتاعك اللي توجه لسي ماهر بن عيسى اللي بطبيعه الحال يعرف اللي انا نكن له احترام كبير وثم صداقه ما بيناتنا موده، ولكن ربما هذه فرصه باش نوضحوا عديد الاشياء. صفه السيد ماهر بن عيسى ومن معه في امضاء هذا البيان غير متوفره باعتبار كونه لا يمكن ان نتحدث في انتخابات عن نوايا ترشح دون ان يكون هناك فعلا اجراءات معينه يقع اتخاذها للترشح. هذه نقطه اولى. ربما يقول لي كرياضي من حقي كوني ننزل البيان هذا، قل له هذا من حقك ولكن بعيدا ربما عن الانتخابات. فقط انا مش نحط الموضوع في اطاره، للانتخابات هذه من اول ما المكتب الجامعي هذا تولى اداره الجامعه واشرف على الجامعه فانه كان عديد الاصوات تعالت في عديد الفترات اللي تعدت صعيبه ربما في المرحله نتاع الاربع سنين اللي تعدت، كونه وجب الدعوه الى جلسه عامه انتخابيه لانتخاب مكتب جديد. ونعرف واحنا مانيش نرجع لتاريخيه الدعوه لمثل انعقاد هذه الجلسات. اليوم وقت اللي احنا في اطار ما يخوله القانون، انتهت الفتره النيابيه نتاعنا اربع سنوات تنتهي في 31 مارس، نادينا في شهر جويليه بكون الانتخابات ستقع في شهر مارس، نادينا ايضا في شهر جانفي في كون الانتخابات سيقع تنظيمها في موعدها في شهر مارس، حتى اي صوت ما تعالى باش ربما يقول ثم هناك اشكالات في هالانتخابات. استجبنا الى الطلب تبقى ما يقتضيه القانون وقلنا رو في شهر مارس باش تقع الانتخابات، وتم فعل تعيين الانتخابات هذه. انا نقول كونه الاخلاقيات نتاع الانتخابات تقتضي كونه اذا كان واحد باش يدخل على الانتخابات لا يمكن باي حال ان يدخلها بتشكيك من هذا النوع. عندك قائمه، عندك برنامج يقع تقديمه، والفيصل هو النوادي. نرجع الان الى ما جاء على لسان سي ماهر بن عيسى واعتبره كونه هناك نيه صادقه منه للترشح او ربما قائمته حاضره ولا برنامجه حاضر.
القانون الانتخابي او اجراءات الانتخابات كانت صادقت عليها الانديه في جلسه عامه انتخابيه يوم 6 نوفمبر، ويكون صادقت عليها الاغلبيه الانديه باغلبيه ساحقه. الاجراءات نتاعها واضحه، هناك مرحله انتقاليه استثنائيه، سيقع تعيين لجنه التاديب باش تشرف على الانتخابات اللي هي تابعه للجامعه. ولكن اذا كان نقولوا لجنه التاديب وربما من مصلحتها انكم ربما من مصلحتها ربما من مصلحه اللجنه هذه ما تقصش الجامعه هذه الحاليه برئاسه وديع الجري، ولو انه برشا تغييرات في القائمه نتاعو يواصل وديع الجري باش يواصلوا هما في اماكنهم. فيش المصلحه، اعطيني امان شفافيه العمليه الانتخابيه كيف تقع. سامحني دقيقه برك، دقيقه برك، نتناقشوا احنا راهو شروط الانتخاب موجوده حبرا على ورق صلبه القانون الاساسي. إذا ما توفرت هذه الشروط فإنه القائمة باش تتعدى ما فما فيه حتى أي تشكيك، وبالتالي خاطر لازم نعرفوا زاد راهو وقت اللي نقولوا لجنة التأديب هذه راهي تابعة للجامعة، هي راهي لجنة قضائية كغيرها من اللجان مثل لجنة الاستئناف ولجنة النزاعات. تم تعيين رئيسها. رئيسها. ما نساوش اللي رئيسها محامي من أكفاء مش الأشخاص. مش تشكيك في الأشخاص. مش تشكيك في شخصيته ولكن عينه. من القضاة. إيه على رأسي وعيني. الشرفاء والنزهاء. يا سي نبيل شنو الوظيفه نتاعها هي اللجنه باش تشرف على الانتخابات؟ سامحني دقيقه، لا نتناقشوا احنا ونتناقشوا. انا ما قطعتك، لا احنا نتناقشوا خاطر نحاولوا خاطر كان هكا بعد ما نكمل سي نبيل. احنا في نقاش بعد ما نكمل انا يا سي نبيل الفكره نتاعي خاطر زاد طولت شوي. فاش طولت؟ لا توا احنا كلمه خذيت كلمه احنا نتناقشوا مش هكا ولا كان اليوم شنو مدى تاثيرها؟ انا مش اسالك شنو مدى تاثيرها اللجنه هذه في الانتخابات؟ قارن تونس اليوم شنو مدى تاثيرها؟ اعطيني مدى طريقه الانتخاب وتقارن المكتب الجامعي طريقه الانتخاب هذا نجيو نشوفوا مع بعض شنو مدى تاثيرها على الانتخابات؟ شنو اعطيني؟ نقول لك على مدى تاثيرها سامحني. اليوم حتى اللجنه هذه انا يجمع حتى الملفات الكل هذوما يطلع عليهم المكتب الجامعي الكل. اولا ثاني حاجه حتى انا اليوم باش نستأنف القرار هذا شكون باش يستأنفوا بعد تنحيه الكناز؟ باش يستأنفوا لجنه الاستئناف. يعني اليوم ما فماش واحد، انا قلت حبيت نبسط سي محمد علي شويه. اليوم ناس داخله على مناظره ثلاثه اربعه من الناس اللي باش يعاود ياخذ في المناظره هو كان يخدم، واللي باش ينظر في الملف هو ولد عمه، واللي باش كان انا باش نتكلم ونقول راهو ناقش راهو الملف هذايا باش نستعرف الموضوع هذا ولد عام والاخر ما تجمش تجي راهو هذايا راهو احنا تونس لازمنا نعطيو المثل راهو احنا تونس عملنا ثوره واليوم نجحنا في الانتخابات التشريعيه. انا بعيد على الشعبويه. لا انا شعبويه هذه حقيقه سي نبيل، هذه حقيقه. هذه دقائق المحامي اول حاجه لازم تدافع عليها والقاع المصادقه عليها من طرف الانديه. يا راجل في جلسه عامه عليها كيفاش المصادقه عليها؟ كيفاش نغيروا اليوم جلسه عامه؟ نغيروا اليوم القوانين جلسه عامه؟ سامحني نغيروا القوانين نتاع الجامعه وقانونها الاساسي اللي في اطار جلسه عامه خارقه للعاده بمجرد بدايه تدخل الوزاره. كنا نتكلموا على اخلاقيات وسيادتك نتكلم على اخلاقيات. سامحني خلينا نتكلم حاجه. انت سيادتك محامي وغادرت بعد اربع سنوات وبارك الله فيك. اليوم اللي حطيناهم القوانين هذوما تقريبا غير دستوريه. كيفاش غير دستوريه؟ تقريبا غير دستوريه تقريبا. تشكك حتى في نزيه الانديه؟ لا شو لغه التحكير على الشعبويه الانديه والرابطات وصراحه يحترموهم. باش بدنا ما تكلمنا حتى شيء. ماهر وما نحبش نقول الحديث ثنائي يا مان سي محمد. سي نبيل وقع تغيير القوانين. الناس اللي جات صادقت الجمعيات على القوانين، صادقت ناس يمكن ماهيش تخمم باش تترشح رئاسه الجامعه، ما يعنيهاش ما تضرهاش القوانين هذه. صادقت ناس كلها صادقت. يقول لك ديما فما ناس يمكن ما تفهمش القوانين. شنو ما تفهمش؟ ساعات يجيك رئيس جمعيه شو تفهمش اذا كان هو يقع على القوانين بالقانون؟ ما القانون سامحني يا محمد علي راهو القوانين ومقترحات القوانين يقع اقتراحها على الانديه قبل اجل لا معين لا. يقع تحديد قانون موجود في النصوص وينظروا فيه ويتناقشوا فيه ويجيو باش يصدقوا عليه. اليوم هذه جلسه عامه وسامحني اذا كان احنا نحكيو حتى اليوم بالاكسبيريونس وانت كرياضي ونحكي لك كرياضي. اليوم تطلب انت تدخل الوزاره مع احترامنا للوزاره ومع احترامنا لتدخل الوزاره. معناها الابجديات. لا انا نحكي على مرسوم 66 ساعه ما تتفضل. مرسوم 66 انتهى. لا ما بقوله شوف بمجرد انتهاء انتخاب المكاتب الجامعيه. لا لا انذاك سنه لا لا 2011 شوف وكان احدث لغايه اساسيه. سامحني حتى الجلسه العامه ما تحب نحكي معك بالقانون. كان احدث 2015. كان احدث في ظروف معينه سنه 2011 تم اجراء انتخابات للمكاتب الجامعيه انذاك مع آخر مكتب جامعي نتاع ألعاب القوى. انتهت مهمة اللجنة اللي أشرفت على الانتخابات ونعطيك قرار صادر عن هيئة التحكيم الرياضي الذي أبطل إشرافها
على احد الانتخابات انتهى انتهى لا من بعد انا يعني نحكي لك هذا القرار صدر قبل انا فما نقطه اللي جبدها سي محمد علي لا مهمه لا سي محمد علي سامحني حاجه برك تو انا ها تعطيو كلمه سي محمود وسي محمود وعلى راسي وعين اليوم القوانين اللي يحكي عليهم سي نبيل اللي نحترموه كمحامي الكلها حتى نادي ما اقترح هما اللي اقتراحات المكتب الجامعي انا وقت نعطي نجي نقول اليوم شروط الترشح واش باش نرجع فيهم اللي شروط اللي اليوم كان نمشيو لاي جامعه في العالم ما تحطهاش اليوم تعرف تقريبا يمكن فما 20 30 واحد اللي هو اي جامعه في العالم يا رسول الله يا اخي نبيل هذه حقيقه يا اخي الانديه قصر يا راجل اللي جاي صوته الانديه على راسي يا اخي الانديه راهو يا رسول الله لكن هذا اغلبيه ساحقه في قداش وقت اغلبيه ساحقه في قداش وقت وقع التصويت يا اخي شنو القانون تمرت هي معناها يلزم نقعدوا فيها نهارين نقعدوا فيها نهارين نقعدوا فيها نهارين اذا كان قوانين بالاهميه وقع ذلك باعتبار كونه تم عرضها على الانديه وكانت على علم بفحواها وصادقت عليها والوقت اللي تنزل للمصادقة لم يكن وقتا مطولا للمصادقة عليها. خلينا نمشي مع سي معز طرف محايد القانون في هذا الكل شنو يقول سي معز عنا لهنا محامي عنا لهنا يحب يترشح لرئاسة الجامعة هذا عنده أفكار وهذا عنده أفكار وكل واحد عنده طرح معين واللي قاعد يتفرج ما هوش يفهم في القانون يظهر لي سيفلو ما هوش بين ما هوش واضح معناه أنا من أنت بالترشح لا ما منعتوش مش يعمل حملة انتخابية ما منعتوش معناه مش يعرض برنامج الانتخابي نتاعو راجعين خلينا نشوفوا مع سي معز خلينا نحطوا الأمور في نصابها ساعة الجامعة التونسية الجامعة التونسية لكرة القدم من شأنها تنظيم النشاط الرياضي أي كرة القدم اللي يخص النوادي يعني الأطراف اللي يهمها القوانين اللي يقع المصادقة عليها وعرضها للمصادقة في الجلسات العامة هي النوادي يعني ما فماش إنسان تتمس مصالحه وحقوقه بالقوانين الجديدة اللي تقترح للتصويت أو لا أكثر من النوادي يعني احنا نقولوا كما قال سي ماهر احنا دوله بعد ثوره يعني باش نحترموا القانون كي نقولوا بعد ثوره رانا باش نحترموا القانون باش مش باش نجيو عكس القانون جلسه عامه حصلت في 6 نوفمبر انا باش نحكي بالنصوص القانونيه لاني مع الطرف هذا لاني مع سي ماهر لاني مع سي نبيل شويه مع سي نبيل جلسه لا انا كقانون باش نحكي شنو اللي موجود في القانون هذه قوانين ذات الصبغه القوانين اخذت الصبغه الالزاميه نتاعها بمجرد التصويت والمصادقه عليها من طرف النوادي اصبحت قانون ساري المفعول والقانون لا يلغى الا بقانون هذه 230 نادي صوتوا على التنقيحات هذه تم الغاها الجلسه هذيك راهو تاع 6 نوفمبر بمقتضى فما قرار محكمه قرار محكمه بالضبط نجاوبك سي ماهر تفضل سيدي الفصل 68 من قوانين الفيفا والله ما نبيش ما تحكيوناش على الفيفا راه ماهيش المثل راهو الاعلى راهو نتاعنا لا ماهوش المثل الاعلى لكن هي اللي تاثر اللعبه سي ماهر اليوم نحكي لك حاجه اليوم هذه الفزاعه نتاع الفيفا زاده سامحني راهو ما نجموش كل في كل حاجه ندخلوها عندنا خصوصياتنا وزاد عندنا سمعتنا زاد عندنا سمعتنا اليوم في الديمقراطيه وفي الانتخابيه خلينا شويه اداب الحوار خلينا ناخذوا الكلمه ونتكلموا تفضل 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 كان باش ما عادش نعترفوا بالفيفا ما عادش لا لا ما ناخذوش مثال وما ناخذوش مثال قوانيننا الرياضيه شنو هو الروبير نتاعنا؟ شنو هو المقياس نتاعنا؟ شنو هو المرجع نتاعنا؟ المرجع نتاعنا سامحني سي ماهر انا نحكي من جانب قانوني جانب قانوني قلت فصل 68 من قوانين الفيفا يمنع منعا باتا تدخل القضاء العدلي في الشان الرياضي نزيد نعلمك كونه يفرض خليني الفيفا لا حتى تناقش سي ماهر لا لا خليني نكمل لك الطرح نتاعي وتفضل الكاتب العام نتاعها 12 سنه حبس والرئيس نتاعها في الحبس شكون تدخل هذه قوانين صادقت عليها الجامعات هذه قوانين صادقت عليها الجامعات واكثر من ذلك فانه الفيفا تلزم الجامعات على وضع بند في قوانينها الاساسيه انه كل تدخل من المحاكم العدليه فانه وراءه تبعات انا طلعت على البيان وشفت المطالبه بتدخل سلطه الاشراف وهذا نستغربوا شويه سي ماهر لانه كل تدخل وكمواطن تونسي كمحامي كمحامي هذا نجم القول انا كرياضي انا كرياضي نجم يكون عندي وجهه نظر اخرى نجم نكون نحب لجنه مستقله انتخابات لكن انا كمحامي وكمواطن نحترم قوانين البلاد قوانين البلاد جات بتنقيحات صرفت عليها الانديه جاء فصل 29 النقاط اللي طالب بها بيانهم الخمسه الموقعون ماهيش قانونيه تشوفها
مطالبة بتدخل سلطة الإشراف في الشأن المكتب الجامعي مخالف للقانون، ما في حتى شك. المطالبة بتدقيق مالي حق كان يمكن للسادة المترشحين المحترمين أنهم حتى في صورة فوزهم فإنه بإمكانهم إجراء تدقيق داخلي، وإن كانت هناك تو احنا سامحني داخلين على مكتب جامعي سامحني يا سيدي راهو فماش شك فيه. خليني نحكي معاك انا بلغه الناس اللي قاعده تتفرج فينا والمواطن البسيط صراحه. كل من قرا البيان هذا الناس كل تعرف يقول لك اليوم وزاره الرياضه ما تدخلش في الجامعه، يعني كانكم انتم تطالبوا بحاجات وليتم انتم تطالبوا بحاجات غير قانونيه، كانكم وليتوا تحلموا بحاجات اللي تعرفوا ماهيش باش تصير. سمير علاش مش بتصير يا اخي؟ شكون المشرف الاول على الرياضه في تونس؟ شكون المشرف الاول على الرياضه؟ القانون يمنع انه وزاره الرياضه تدخل. لك حاجه، راهو الفزاعه نتاع الفيفا هذيا راهو كيفاش نقراوها، راهو اكبر غلط. احنا بلاد عندنا حرمه وزاد كيف كيف، وعندنا امن عام وعندنا زاد كيف كيف. اليوم احنا كمترشحين من حقنا باش نطلبوا تقرير مالي، مش نشكوا في حد شيء يا خويا. نعرفوا قادمين على شنو قادمين، نعرفوا حجم التعهدات نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، ما نعرفوهاش. لا تعرف حجم التعهدات شنو هو حجم التعهدات؟ حتى كي كنت رئيس مستقبل رياضي بالمرسى وحضورك جلسات العامه كان عندك تقرير مالي وكان مصادق عليه من طرف مصادق عليه من طرف مراقبي الحسابات من عام 2007 سامحني. التقارير الماليه احنا اليوم سامحني انت تعرف حتى تخليني عاد نتفاعل معاك يا ماهر. ليش تتفاعل؟ نعرف تتفاعل، مرحبا بك يا خويا تتفاعل. اما تقارير الماليه تعدات صادق عليها مراقب الحسابات، ما فيهاش تعهدات الماليه، ما فيهاش سامحني، ما فيهاش لي زونجاجمون. شنو ما فيهاش لي زونجاجمون؟ دو كان لونجاجمون با. اذا كان انت تجي في اخر البند نتاعك ودعمت دعوه الوزاره والشباب والرياضه الى الزام المكتب الحالي الى عدم توظيف المال العام، انا مال عام لا صحيح. احنا ناخذوا في مليون دينار من وزاره سلطه الاشراف وللسنة الفارطة خذيناهم مشاو كلهم يمشيو اجور مدربين. موسي محمودي نجم ياكد ربما وتاخذوا زاد حقوق تلزح حقوق هذيك فلوس الجامعة ماهيش المال العام سامحني ماهيش المال العام وفلوس وفلوس الاشهار وفلوس التلفزة عندها باب خاص بها تمشي مباشرة للأندية. إذا كان أنت من منطلق سامحني خلينا نكمل، إذا كان من منطلقك كونه تعتبر نقطه واحده. لا 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 قبل سامحني سي عبد العالي دائره المحاسبات في تونس عملت تدقيق الوزاره الاولى ومجلس النواب وعملت لنا تدقيق. لا سامحني عملت لنا تدقيق. مرحبا وريهونا احنا ما عندنا حتى فيها شك. اليوم زعما انت المقاليد الجامعه بامكانك الاطلاع على موازنتها الماليه، بامكانك الاطلاع على تقرير مراقبه الحسابات هذا نتاع السنه الماضيه ان شاء الله ربي يسهلك وتنجح. السنه الجديده اش ثم؟ ثم تقرير مالي وجاهز جاهز للمده الانتخابيه هذه، ولكن الى غايه اخر مارس كهو فماش راهو ميزانيه تتعمل ولا قوائم ماليه تتعمل وانت تعرف اكثر. ال 31 مارس معموله القوائم الماليه بصفه مؤقته ووقتيه الى 31 مارس وسيقع عرضها في الجلسه العامه الانتخابيه. شنو المانع وشنو هو الفحوى منه وشنو هو الغايه منه اصلا؟ حتى يطمئن قلبي ما دام الامور واضحه علاش ما يصيرش تحقيق يا اخي؟ وقته هو توا ومن شانه هو مش ياثر على العمليه الانتخابيه، خاطر الغايه الاساسيه اذا كان نمشي من بيان هذا اللي صدر على تاجيل الانتخابات نوايا الترشح هو تاجيلها. في تاجيلها خطر كبير جدا. سامح وتفسر لنا علاش الخطر من ناحيه خطر تو نرجع لكم تو تفسر لنا سي نبيل علاش خطر. لكن معنا تو سيدي علي الحفصي يمكن ايضا مرشح لرئاسه الجامعه حب يدخل معنا بالهاتف. مرحبا بك سيدي علي. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالساده الحضور. انا حبيت ندخل على خاطر بون حييك مش عقبال كل شيء على اداره الحوار الطريف هذا. علاش طريف؟ اه علاش تعريف سيد علي؟ تعريف على خاطر فما برشا تعويم من الساده المحامين اللي اولا ما فماش كيليبر في البلاتو، سي ماهر وحده وهما الله مصلي على النبي معناها السيد المحامي سي دبوسي واللي بحذاه مرحبا به زاد. اما يلزم سي معز طرف محايد سيد علي، سي معز راهو طرف محايد ماهوش موجود في المكتب الجامعي. والله سي نبيل عن المكتب الجامعي، سي ماهر كيفك انت مترشح يمكن لرئاسه الجامعه وسي معز راهو طرف محايد، يعني الكليبر موجود. لا انا ما لمستش المحايده من طرف سي معز في التدخل اللي عمله، ما فماش محايده مع كل اسف. احنا راني انا سيرت الرياضه لمده 21 سنه
معناها مش اليوم باش يوروا لي المحايده، هذاك ماهيش محايده ومغالطه، على خاطر اولا الشاعر الجامعه التونسيه لكره القدم مرفق عمومي، كان على الساده المحامين يقولوه الشيء هذايا، مرفق عمومي وفما اموال نتاع المجموعه الوطنيه واللي يرشد فيه ترشد فيه الوزاره من مليار ولا 100 دينار، هذيك اموال ترشد للجامعه التونسيه لكره القدم كمرفق عمومي، وبالتالي من حقي انا كمواطن حتى كان ما نكونش مترشح باش النادي بضروره معناها اوديت. وانا باش نذكر الاستاذ الدبوسي 2010 وقت كنت رئيس جامعه قبل أن نخرج فما اوديت تعملت على مستوى الجامعه التونسيه كره القدم للسنين اللي فاتت قبل ندخل انا في الانتخابات. ها قالك سيدي قالك علاش علاش الاوديت هذا في شنو باش ينفع في الانتخابات؟ والله اذا كان باش ندخلوا في منطقه علاش؟ انا من حين الى اخر نستمع الى رئيس نادي يقول فما فساد في الجامعه، نستمع الى حكم يقول فما فساد في الجامعه، ايش بيه؟ حتى يطمئن قلبي انا، علاش تحبني ندخل على معناها طابلو نوار؟ انا نحب ندخل على وضعيه سليمه، وانا ما شكش راهو في المكتب الجامعي، وانا نحييهم لانه سيتان ترافاي بنيفولا، لكن يا اخي ما في حتى مشكله كي نطلبوا بالتدقيق المالي، ظهر لي ماهيش قضيه، ثم كلمه قالها الاستاذ الدبوسي، قال احنا ما منعناكمش، لا يا استاذ، بالطريقه اللي عملتوها بك التاريخ نتاع 18 مارس اللي يوحي بالعديد من السيناريوهات. منعتني باش نعمل حملة انتخابية متاعي، ما نجمش نتنقل للجهات ونعمل، أنا عندي برنامج، أولاً راهو الانتخابات باش تصير على برامج مش على أشخاص، والبرنامج متاعي يلزمني أنا ندور الجهات ونلتقي مع رؤساء النوادي ونعلمهم بالبرنامج، أنا 18 مارس نجم نقوم بهذا وجمعيات تانية بعد الطياح وجمعيات تانية بعد الطلوع باش تعرف اللي الدات اللي عملوه سي اون دات بييج. وهنا نتوجه لسيد دبوسي، انت راك معناها محامي وما نشكش في صدقك، لكن القوانين اللي بدلتوها القوانين الجائره اللي حرمت عديد من الرياضيين اللي قدموا خدمه كبيره وخدمه جليله للرياضه التونسيه اصبحوا اليوم ما عندهمش الحق باش يترشحوا، وهذا الذنب انا نحملك انت مسؤوليه على خاطر كنت موجود في المكتب الجامعي وكنت ساهمت باش القرارات هذيك تتعدى. يا سيد علي لكن هم صدقوا عليه جمعيات القوانين هذه. الجمعيات اللي صدقت عليها احنا تعلمنا وقت اللي نجوا باش نعملوا برامج وباش نعملوا نقاط نبعثوا الى اللاتر قبل ب 15 يوم ولا قبل بشهر وتقع المصادقه، انا باش نعطيك مثال بسيط. اولا الجمعيه رؤساء النوادي في القانون القديم كانوا يترشحوا للمكتب الجامعي، تعرف صار ولا باش نوري لك اللي كوني رؤساء النوادي تجاوزتهم الاحداث بدون ما يعرفوا. رئيس نادي اليوم ما عندوش حق باش يترشح الا للعضويه باش يخلي لهم اليوم هما المجال للسيد الرئيس والسيد نائب الرئيس، في بالك انه رئيس نادي نجم يقدم 10 20 سنه عمل في نادي وما يكونش عنده الباك بليس 2، انا راه تكريم ليه رئيس النادي وقت خليه يترشح اليوم، خاطر هو باش يترشح لاداره الجامعه التونسيه لكره القدم. ما عادش عنده حق يترشح بالقوانين اللي عملها سيد دبوسي وجماعته. لا سيد دبوسي عمل الرفع من المستوى يا سي علي. ويلزم ترفع المستوى، يلزم ترفع المستوى العلمي نتاع رئيس نتاع رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه، يلزم يكون مستوى مرفوع شويه سي علي. جيت باش تطور في لعبه كره القدم، على الاقل على الاقل علميا على الاقل. جيت باش تطور في لعبه كره القدم بالقوانين هذه، انت باش تطورها بالقوانين هذه تتطور تتطور بالمستوى العلمي يا سي علي، وهذا هو. لا لا بطور لك انا العلم، ميشيل بلاتيني بعمره ما قرا، اقرا انا تروجي مانيش كونتير. هذا يا سي علي، هذا الأندية صادقت عليه بأغلبية ساحقة. خليك من لبانة الأندية والفيفا، هذه تو نتكلموا فيه نهار آخر وقت اللي يبدا المجال يتسع. ما نستعملوش لبانة يا سي علي، احنا راهو الحديث بتاعنا أرفع مستوى يا سي علي. واضح. لا كل شيء أرفع مستوى، ما تجاوبنيش بالكومينيكي اللي جاوبته واتهمتني. الكومينيكي هذاك كان ردة فعل على خاطر مسيت أشخاص يا سي علي، بالكومينيكي اللي صادر عليك أنت شخصيا. واضح سي علي، واضح. تشويش على انت على المنتخب الوطني، كان ينجم يخليك تفكر فيه بجديه وتفكر في مصلحه المنتخب، راك خليت الانتخابات ما بعد المقابله. ما عادش نسمعوا حتى شيء. واضح سي علي، مشكور على تدخلك معنا. سي محمود غايبناك كما مغيبه كره القدم في الحديث هذا الكل، اليوم نحكيوا على قوانين وبيانات وبلاغات، ولا واحد حكى لنا على كره القدم وكيفاش نطوروا كره القدم وكيفاش ننهضوا بكورتنا. سؤالي الاول، لماذا الساعة اللي وجوه معروفة على الساحة الوطنية ومسؤولين وخدموا الرياضة يخرجوا بيان، لماذا يخرج البيان في الوقت هذا؟ ولماذا يقع رد على البيان؟
علاش؟ خاطر كان فما تشكيك وفما تجاوبت على التشكيك. العناصر المتداخلة في كرة القدم التونسية في المشهد الرياضي الكل، أنا ما نتكلمش كان على كرة القدم، الكل الكل فيه كان الشك، الناس الكل تشك في كل شيء، والناس الكل ما عندها في التفكير نتاعك بل كل شيء. أنا كفني شنو اللي يهمني، أنا كفني شنو البرامج الرياضية، شنو البرامج المستقبلية. إذا كان أنا باش ندخل توا في حملة وحملة مضادة وواحد باش يتكلم هاي القوانين وهو ما هوش هذيك كورتنا، احنا نلوجوا على الكورة متاع. أنا توا والله نسأل أي ربما هكا توا نتفكر ما نتكلم على روحي، فماشي واحد باش يتقدم ولا تقدم قبل إلى معناتها للرئاسة الجامعة وفكر في عنصر هام جدا هام جدا اللي عاش عمره الكل في الكورة وعنده المستوى الثقافي العالي وقرا في أكبر الجامعات في أوروبا ولا حتى في تونس، المدربون وحتى واحدة حتى القديم والجديد ولا ربما اللي باش يجي المدرب، اللاعبون هذوما عندهم الحق، عندهم الحق، عمل 30 مقابلة انترناسيونال في ليكيب ا عنده الحق مش يدخل، والمدربين اللي عايشين عنده 10 سنوات لا يتدرب في الرابطة المحترفة المحترفة الأولى والثانية موجودة، لكن فماش واحد خمم على خاطر هيك اللي نجم يكون العنصر الأساسي باش ينجم يعطي أفكاره لتطوير كرة القدم التونسية ويكون هو قريب للإدارة الفنية باش ينجم يخدمها. شنو عملنا للتحكيم التونسي في الأربع سنوات اللي تعدات؟ شنو اللي عملنا؟ عملنا اللي ما عادش راهو حتى حكم تونسي في على النطاق لا الإفريقي ولا الدولي، توا وليت نعملوا لهم التست نتاعهم يخرجوا قبل ما يمشيوا. حاجة أخرى أنا باش نقولها هذايا علاش على خاطر الشك، شنو علاش ما نقولش انا شنو المشكله؟ ان تطور مربط الفرس سي ماهر سي نبيل سي معز سامحني، مربط الفرس هو اللجنه المستقله للانتخابات. علاش اسكو القانون يخول للمكتب الجامعي الحالي باش هو يعين لجنه مستقله، هو يخول له قانونيا مكتوب نوار سور بلون. خليني نكلمك ماني انا يا اخي في الوضع العام اللي عايشت فيها القول والبلاد والشك عند الناس الكل وهكا، اذا كان انا واثق من روحي يا ولدي هو القانون، القانون اللي انتيليجون يعرف كيجي يصرفه، هذا تفكيري انا. اذا كان انا باش نحيا التجاذبات والتشاحنات والواحد يجبد لهذا والاخر يجبد لهذا ونخليه كرة القدم الاولانيه ولا والبرامج نتاعها الثانويه، انا شنو اللي المشكل نتاعي اذا كان انا عندي ثقه في روحي وفي برامج؟ خليني سي محمود كيفاش جاب سي محمود كيفاش يدخل الاطراف الكل؟ لا نقولوا يا جيري هاو عندنا سي معز كيفاش الاطراف الكل تكون تدخل مطمئنه اليوم الانتخابات؟ يطمئن قلبي يطمئن كما قال الناس الكل. نجاوبك سي محمود نجاوبك، ممكن الاتفاق يتفقوا نعملوا لجنه مستقله نصفيوا نفوس، ينجم يكون فما خاسر في الانتخابات من حقه باش يطعن في الانتخابات، لاني يقول لك القانون طبقا للقانون مخاطر من الاول القانون باش يربح، خاطر القانون من الاول ما عملناش خاطر نحكينا حين الكناس، حتى تو الانديه الكل ندمت على تنحيه الكناز، خاطر راهو لا سامحني 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 لا سامحني اليوم اليوم الناس اللي ماشيه للتاس اليوم اللي ماشيه الكل اللي ماشيه للتاس لا سامحني يا مون راهو علاش نجي ونعملوا حاجات لا سامحني سي نبيل انت شاهد على العصر في جلسه عامه اللي جات في جويليا وقبل نوفمبر شكون اللي قدم ثم انديه من الرابطه المحترفه طالبت باش تنحيها بتاتا يا سي نبيل امون كان راجل قانون راهو راهو التحكيم راهو اسمعني راهو عشت وانا في جلسه عامه يمكن انت سامحني حتى انت راهو راجل قانون روم باش تعاون اليوم الالتجاء الى 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 التقاضي الثاني حق راهو كامل راهو انت تقاضي ثالث اي تقاضي ثالث اليوم نفس التقاضي الثاني موجود ومكفول بلجنه الاستئناف التقاضي الثالث باهي علاش نحيناه وبعد ندمنا عليه اليوم الانديه قاعدين نبعدوا قاعدين نبعدوا سي ماهر وسي قاعدين نبعدوا على على موضوعنا نرجع لك معاذ باش تكمل الفكره نتاعك وتختمها. حبيت نقول ونجاوب سي علي مع تحياتي لي وان شاء الله فرصه طيبه ان شاء الله يكون من المرشحين الفائزين. راني لا جيت مع سي ماهر لا جيت مع سي نبيل، انا عندي فصول قانونيه، انا راجل قانون، فصول قانونيه، مبادئ قانونيه بكل تجرد. ابسط الموضوع طلبات جات في عريضه أكدت كونه تدخل سلطة الأشراف في دواليب الجامعة من شأنه باش تكون عنده نتائج وخيمة،
وهذايا مرفوض بقوانين الفيفا اللي نحبوا، اللي قوانين الفيفا هي قوانين اعلى درجه من القوانين التونسيه وهذايا معروف. توا سامحني قلت نجموا نعملوا لجنه محايده توا بسيادتك قبل التفتيت كان نجموا نتفاهموا ونعملوا لجنه محايده. لا سي مير لا سي مير لا لا سي مير لا قالك بعد نجم يتعب فيها المنظمه. قلت لك نجموا نتفقوا لكن الخاسر في الانتخابات بامكانه تاعنا يقول لك ما طبقتوش القانون. لا احنا كان نتفقوا سامحني انت قلت نتفقوا شكون ما يفهمش نتفقوا سامحني سي محمود انا مواطن انا مواطن تونسي غدوه نطعن في الانتخابات نقول الانتخابات ما صارش تبقى القانون باش نعملوا اتفاق بين الشعب التونسي الكل. لا لا مش هذاك ما تنجمش تكون يا سي محمود. سي محمود اللي يحب يصلح يصلح وقت الجلسه العامه سي معز وقت سامحني سي سمير تو كان باش نقعد انا نتكلم وانت تقص علي خليني نتكلم كمل فكره سي خلي كمل كان باش نقعد وكل قانون يتحط بعد ما يتحط ويكتسب الصبغه الالزاميه نتاعو نناقشوا فيه ماناش باش نوصلوا وماناش باش نصلحوا وباش تولي قوانين الغاب العمده الاصلاح راهو قانونيا هو المكتب يا سي ماهر يا سي ماهر انت كنت سامحني سامحني انا تكلمت على فكره ما زلت نتكلم ما زلت خليني نفسر انا ما نجمش انا ما نجمش تونسي ترضى الانتخابات تاع الجامعه اللي باش نمشيو بها لكاس العالم كان هكا تصير بالطريقه هذه. انا رايي انا توا نحكي في قانون سنبيل سنبيل كانه هنا يقول لك ينجم يكون مخالف كانه هنا يقول لك انتم خصم وانتم حكم في الانتخابات. يا ولدي امان شوف راهو نقطه اولى ساعه ثم تشكيك كبير وانا لا اسمح به في لجنه التاديب هو نتاع التشكيك هذا هو في لجنه التاديب اللي تضم خيره المحامين والقضاة. ما قلناش العكس لا لا قلناش انت لا لا كي تقول هكا تقول العكس. لا ما قلناش العكس على خاطر اذا كان هما يقفون شكون سميهم كما جميع الهياكل اللي تحت الرابطه دقيقه دقيقه وقع انتخابهم يا اخي تم تسميهم ومن بعد سماو الاعضاء. ما فيش قبل انتخابهم يا ولدي راهم عيب الشك في الناس دقيقه بالله ما تقصش عليا خليني نكمل نحب الحقيقه زاد خلينا نكمل لا لا ونقول لك الحقيقه وما فماش علاش قلت لك مانيش معني بالعمليه الانتخابيه بتاتا من خيره المحامين والقضاة الموجودين فيها ويقفون على موقف نفس المسافة ما بين جميع الأطراف. هذا نأكده لك هذا نأكده لك مثلها لجنة الاستئناف اللي حتى حد ما شك فيها. خلي خلي لا سمير في تقول هكا في دقيقة سينابيلة باش نكمل في دقيقة ولكن سامحني الكلمة باش نستعملها مربة رفرس اللي جاي توا على لسان سي علي الحفصي. نعم باعتبار جاي على لسان سي علي الحفصي توا. قلت كلمة مربط الفرس. اي اي وانا هاني عاودتها ما سالش كان بلاجيا سامحني. لا كونه البيان هذا الغاية الأساسية منه هي تأخير الانتخابات. وتأخير الانتخابات لعدم جاهزية من ينوون الترشح لدخول غمار انتخابات شفافة ونزيهة. قالها توا سي علي قال احنا ماناش جاهزين. فقط نقول كونه ثم بلاغ صدر على الجامعة في شهر جويلية قال راهو الانتخابات ستقع في شهر مارس يلف يعني بالقانون. سبعة أشهر التاني أربعة أشهر أربع سنوات بالقانون بالقانون. إذا ما تنجمش تقول لي أنا ماني جاهز باش ندور على الجمعيات بمعنى أنه ما فماش جاهزية لدخول غمار الانتخابات وهذا أساس طلب التأجيل. طلب التأجيل قلت لك راهو في خطر. علاش؟ خاطر إذا كان نفوق المدة النيابية نتاعنا اللي هي أربع سنوات باش نوليهم بعد في مرحلة غير قانونية وغير شرعية وتكون مرحلة فوضى. خاطر أي تصرف باش يقع بعد الأربع سنوات لن يقبل من عند أي طرف. وحتى كان باش يصير أي تصرف خارج شهر مارس خارج الأربع سنوات فإنه سيقع الطحن فيه حتما بعد في أبطاله لأنه خارج المدة النيابية. بعد 2010 صار لا لا هذاك كان سيانو الحداد مش قعد عام بعد اكسبسيونيل كان ظروف اكسبسيونيل وقت قبل الثورة وقتها تعينت الثورة زاد 2000 يقول لك قانون 66 تعينت النجدة لا 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 اشرفت على جميع الانتخابات في هذا الموضوع. يقول لك هو اليوم انتم ما كنتمش جاهزين. لا مش نقول لك جاهزين فصلك انت جاهز اليوم. انا جاهز والبروجرام جاهز القائمة نتاعك حاضرة علاش مالا ما ناقشتوش بالبرامج نتاعكم علاش ما بديش نقول لك علاش ما عنديش نفس الحظوظ ونفس الابتعاد على لا يقول لك القانون اليوم سيمان لا قل في القانون ما دام القانون موجود اليوم عندنا 257 جمعيه فما 200 جمعيه تلعب على الطلوع ولا على السقوط.
اي انت رئيس نتاع نادي باش تمشي تتجاه له تقول له تعطيه بروجرام يقول لك لا انا اليوم معني بالنزول والهبوط وانا 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 فما تهديدات على الحكام وعلى انا ما ندخلش في اللعبه هذه تو هذا الوضع هذا صحيح هذا قاعدين نشوفوا فيه اليوم قاعدين نشوفوا فيه الوضعيه هذه اليوم ايش قلنا مش عيب انا ايش قلنا اليوم قلنا هالظروف هذه تتوفر خلي الناس الكل تتقدم وبعد فليتنافس المتنافسون علاش اليوم فما قضايا منشوره ضد الجامعه لين نكمل هذه بركسي محمد بسرعة اليوم علاش اليوم نحيو كل شيء هذايا واللي باش يتقدم المكتب الجامعي الاربع سنوات يخدم ما عنده حتى اشكاليه ويخدم حتى يعطي الظروف المناسبه لكره القدم التونسيه خاطر كان باش نقعدوا لا قدر الله ما ترشحوش لكاس العالم الجاي باش نقعدوا 16 سنه ما ترشحناش لكاس العالم به اذا كان النقاط اللي طلبتوا بهم ما تحققتش ما تقدموش باش ترشحوا ولا لا ما ترشحوش الكل الخمسه الكل الخمسه ما ترشحوش يكون واضح العمليه احنا بالنسبه لنا احنا قضيه واضحه وقضيه عادله ما عندناش تونس ادو فيتيس تونس يلزمها تمشي كمشي كيما تم انتخاب مجلس النواب وباش تصير الانتخابات البلديه يلزم يصير كيما هكا في تونس باش نختم مع سي طيب بالصادق المحامي حب يدخل معنا مرحبا بك سي طيب عايشكم مرحبا بكم عايش بارك الله تفضل سيدي فقط حبيت حاجه ناكدها لزميلي المحامي اللي حكى على تطبيق القانون المسألة القانونية ومسألة المرفق العام هذه مفروغ منها ومسألة كون الفيفا وكون الفيفا لا تقبل التدخل رأي الفيفا ما هيش ضد القانون وما هيش ضد تطبيق الأحكام القضائية ثم ثلاثة أحكام قضائية بل أربعة أحكام قضائية موقعش تطبيقها صدرت على المحكمة الرياضية وهذا يعرفوه الناس كل ويعرفوا اللي الجامعة متجاوزة في ذلك التجاوزات القانونية للجامعة أصبحت كثيرة جدا وباينة والناس كل يعرفوها الآن كيفاش جامعة ما تحترمش حكم اللي نقح الجلسة العامة متاع 29 جويلية كيفاش جامعة ما تحترمش أحكام صادرة عن المحكمة الرياضية تبطل الجلسة العامة متاع 6 نوفمبر هذوما جلستين بالنسبه قالك المحكمه ما عندهاش صفه يا ستايب ما عندهاش صفه يا ستايب سي نبيل قالك المحكمه ما عندهاش حتى صفه كيفاش ما عندهاش صفه تجاوزت صلاحياتها بالقانون الاساسي اللي تنقح ما عندها حتى صفه باش تصدر احكام كيما هكا كيفاش درا مبدا دستوري التقاضي على درجتين تضربوها عرض الحائط بالتنقيح طيب يا سي طيب درا من البرلمان تونس توا يا سي طيب برلمان تونس توا يا استاذي يا استاذي ينقح الدستور يا استاذي ويحي مبدا التقاضي على درجتين يا استاذي انت اول من شككت في المحكمه الرياضيه ما شككت فيها انا وبالتالي المحكمه الرياضيه لا سامحني يا استاذ شككت فيها على برنامج التلفزيون في المحكمه الرياضيه وقلت دولها محل شك انتم اللي دخلتوا في 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 معناها المحكمين ودخلتوا في برشا امور وخليتوا المحكمه الرياضيه انت رئيس اللجنه الاولمبيه يا سي طيب شككت فيه وقلت راه يعمل في تدخلات يا سي طيب تو هذا كلام مصدر عليك انت ومصدرناش علينا احنا بمعنى احنا المحكمه الرياضيه المحكمه الرياضيه المحكمه الرياضيه فقدت كل مصداقيه ما نقدروش نغيروا يا سي طيب ما عادش عندها وجود قانوني يا سي طيب صراحه شكرا شكرا لك مشكور سي طيب على تدخلك معنا صراحه قاعدين نحسوا كان في 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 نقاش بيزنطي بصراحه ماهوش حتى مفهوم ناس تحكي فما قانون موجود ناس تحب تشك في القانون فما شكون يشكك فاللي يشكك في القانون وفي هذا الكل يظهر لي الرياضه التونسيه والمشاهد والمتابع للرياضه انا ثم نصوص قدامي ها فما محامين ماهمش مشاطرين كرا ها محامي لا يخرج في القانون زاد لا يحب يخرج على النص هو سي طيب كان منتمي الى المحكمه الرياضيه وفي احد البرامج التلفزيه قال هناك تدخلات من طرف المحكمه الرياضيه وبالتالي كان حدثنا في استبعاد المحكمة الرياضية عن القوانين نتاع كرة القدم كان في محل واضح هو واضح في الوقت ما عادش في 10 ثواني اسمحوا لي تعليق بسرعة في 10 ثواني قلت من المفروض معناتها في ملف كما هذايا ما يتحطش الشعب التونسي والرياضيين يتحطوا العباد ويعملوا البرامج نتاعهم الرياضية وهذايا هو علاش باش نقعدوا ديما رانا مانيش باش نخمموا في اللاعب وفي المدرب وفي الحكم
وفي القوانين نتاع كورتنا وفي الاشياء اللي من شانها تطور وفي لا ما يمنح شيء سي ماهر اما يلزمنا نبنيو باش توريو على قنطره صحيحه نبنيو ان شاء الله ان شاء الله نجموا نبنيو على قنطره صحيحه اكيد للحديث بقيه كما قلت من الاول هذا مسلسل الانتخابات مازال متواصل ونهار الجمعه هو اخر اجل لتقديم الترشحات ونشوفوا سي ماهر باش يترشحوا الى لا سيد علي وبقيه الاسواس سي علي الوريمي سي انور الحداد شفافه وباش يتاكد الكلام اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون انتخابات شفافه وان شاء الله الازهر بعثنا للوزير مكتوب وطلبنا مش يحط مراقبين من الوزاره مش تشرف على الانتخابات ان شاء الله مراقبين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون انتخابات ملاحق باش نعاودوا نقاش من جديد ان شاء الله الانتخابات تكون شفافه وان شاء الله الاجدر هو اللي يفوز برئاسه الجامعه التونسيه لكره القدم والاهم ان شاء الله يكون قادر على النهوض بكره القدم التونسيه لانه صراحه قاعده تعيش في وضعيه صعبه يلزم اليوم النهوض يلزم الالتفاف لكرتنا يلزم نحكيو في المشاكل الاصليه لكره القدم التونسيه بقى لي باش نشكركم سي ماهر سي نبيل سي معز سي محمود الورتاني مشكور جدا مشكورين ايضا مشاهدينا الكرام على تابعتكم الاحد الراضي دمتم او في الوطنيه الاولى تصبحوا على خير.